يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الفل لحضراتكم كلكم. في الحقيقة في حالة كبيرة من التفاؤل في الشارع المصري بأعضاء الحكومة الجديدة اللي بتضم عدد كبير من الكفاءات والخبرات، خصوصا أن في توجيهات مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه الحكومة تعطي الأولوية في عملها أنها تخفف على المواطنين، أنها تهتم بالملف الاقتصادي، أنها تحقق طفرة ملموسة في كل المجالات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها مجالي الصحة والتعليم. حقيقة أنه الصحة والتعليم هي من أهم مطالب الناس، هي دايما طول الوقت هي على رأس أولويات اهتمام الناس من أي حكومة موجودة. ونحن نتكلم على التشكيل الوزاري الجديد، فهو ده المطلوب من الوزراء الجدد أو من الحكومة الجديدة، محتاجين خدمات أفضل، اهتمام بالصحة والتعليم، أيضا دعم الاقتصاد ومواجهة التضخم، كمان جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، لأنه كل ده هينعكس على توفير فرص عمل أكتر وهيفتح بيوت أكتر. فبالتالي كان في اهتمام كبير جدا باختيار وزراء المجموعة الاقتصادية اللي يكون عندهم خبرات وأصحاب كفاءات تقدر تعزز من قدرة الحكومة على عبور التحديات الاقتصادية اللي موجودة. يعني زي ما قالت جمانة، حقيقي القصة الخاصة باختيار المجموعة الاقتصادية كانت المحور الأهم في اختيار الحكومة. ملف الصناعة ما كانش ليه وزارة بس، ده كان نائب رئيس مجلس الوزراء مختص بهذا الملف، وحينسق كمان مع وزراء المجموعة الاقتصادية الخاصة بالاستثمار أو بالتجارة الخارجية أو بالتخطيط أو بالتعاون الدولي، وكل من له علاقة بملف الصناعة أو ملف الاستثمار هيبقى تحت هذه العباءة. خلينا أقول لكم إن كمان فكرة الاعتماد على المرأة والشباب في التشكيل الوزاري الجديد للحكومة، عندك وزير شاب مثلا زي وزير الإسكان مهندس شريف الشربين، وهو أحد مطوري العاصمة الإدارية، عنده 42 سنة، ده خريج هندسة 2005 يا جماعة، شاب صغير مفروض أنه يتولى أهم وزارة خدمية بتخدم ملف الإسكان اللي يعني أو بتمس حياة المواطن في مجال الإسكان. في عدد كبير جدا من نواب الوزراء، أنا أول مرة أشوف في التشكيل الوزاري عدد من الشباب بهذا الشكل، وخصوصا في منصب نائب الوزير، واللي هم أيضا كانوا موجودين في الاحتفالية اللي حصلت أمس أو في القسم اللي حصل أمس أمام السيد الرئيس. طبعا ده غير اختيار أربع سيدات لمنصب الوزير، منهم الدكتورة مايا مرسي، منهم الوزيرة منال عوض اللي هي كانت محافظ دمياط وأصبحت وزير التنمية المحلية، وأيضا هناك في خمس سيدات أيضا في منصب نائب الوزير. هي أنه يعني تشكيل وزير جديد وحكومة جديدة الحقيقة عندها تحديات كتير جدا، أمامها مطالب كتيرة جدا. النهاردة هنتكلم بشكل كبير جدا عن في فقرة مفصلة عن هذه المطالب، مطالب الناس من الحكومة الجديدة، أبرز الملفات اللي هتركز عليها الحكومة في الفترة اللي جاية خلال حلقتنا النهاردة. مرة تانية بنسبح على حضراتكم جميعا صباح الخير والسعادة. صباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم، وخلينا نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي نتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير يا هالة. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الخير يا جمانة. يعني خلاص الناس ابتدت تنزل أشغالها دلوقتي، فهنبص كده في طرق فيها سيولة مرورية وفي بعض الأماكن اللي فيها بعض الكثافات. طب يعني أخبار الجو إيه؟ الجو لا لسه حر، صحراء ورطوبة معلش. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. زي ما جمانة قالت بدأت الناس تنزل، وهنبدأ دلوقتي من القاهرة كالعادة. كوبري أكتوبر بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لمنتصف كوبري غمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في بعض الكثافات النسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة فهيلاقي إن في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. من القاهرة هنروح للجيزة، هنبدأ بشارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات.
في كثافات للمتجه الى كوبري الجيزه المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مروريه بتبدا من محطه المريوطيه ومكمله لحد كوبري فيصل. هنروح لطريق المحور القادم من اكتوبر، في كثافات مروريه قبل الدائري تستمر لغايه سلم ارض اللواء، بعدين في سيوله مروريه في شارع المهندسين او في شوارع المهندسين ولغايه كوبري 15 مايو، اما المتجه الى اكتوبر فهيلاقي فيه سيوله مروريه. تعالوا نروح محافظة الأسكندرية، هنبص هنلاقي إن في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، كثافات كمان متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في بعض الكثافات المرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح أسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد الطريق فيها سيولة مرورية على طول الشارع، هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية، كمان في كثافات في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، هنلاقي هناك بعض الكثافات المرورية. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة، دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة زي ما أشرنا كده بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات، الطقس هيكون شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء، يعني في رطوبة النهاردة، ودرجة الحرارة في القاهرة هتكون 39 النهاردة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، أقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة. معنا تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة بس بعد شوية. أنا بحضراتكم مرة تانية، خلينا دلوقتي نبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر، وكعادتنا بنبدأها معاكم بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. بعدها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين. خلال هذا الاجتماع أكد السيد الرئيس على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات التي يليها الشعب المصري لهذا الأمر، وكذلك أيضا التحديات خلال المرحلة المقبلة. السيد الرئيس شدد على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة بما يرسخ من أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلا أيضا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وامبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين، وده عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وأكد الرئيس أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات وأيضا التحديات خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وده في إطار من الحرص على المصلحة العامة والنزاهة والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام. امبارح أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من الفريق أول محمد أحمد زكي محمد مساعد لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، والفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر مستشار لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، والمستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة مدير لمكتب السيد رئيس الجمهورية، واللواء محسن محمود علي عبد النبي مستشار لرئيس الجمهورية للإعلام، والدكتورة هالة حلمي السعيد يونس مستشار لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية. امبارح أيضاً أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر لرتبة الفريق أول، وكذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيس لأركان حرب القوات المسلحة. بالنسبة لأخبار المحافظات، في الإسماعيلية تم تنفيذ 75% من الأعمال الإنشائية بمستشفى التل الكبير، أما في سوهاج
فتم إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي في طهطة بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه. أما في البحر الأحمر فتم فتح باب القبول من المدارس الثانوية الفنية للتمريض، وفي أسوان تم تسليم الدفعة الأولى من صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتير. في الإسماعيلية أعلنت مديرية الصحة عن الانتهاء من تنفيذ 75% من الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير مستشفى التل الكبير المركزي، مع مراعاة تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع مستشفى أبو صوير والتواصل مع الشركة المنفذة وإنهاء ما تبقى من أعمال حسب الجدول الزمني للمشروع. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة والمستجدات السكنية بمدينة وساحل طهطة بمركز طهطة بقيمة 30 مليون جنيه، وبتشمل مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة والمستجدات السكنية ل 322 وصلة صرف صحي بأطوال 12 كيلومتر. في البحر الأحمر أعلنت مديرية الشؤون الصحية فتح باب القبول للطلاب بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024-2025، وبيتم التقديم إلكترونياً في موعد أقصاه 17 من شهر يوليو الجاري، وده عن طريق التقديم الإلكتروني. وجاء الحد الأدنى للتقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمدن البحر الأحمر كالتالي: راس غارب 220 درجة، الغردقة 260، سفاجة 250، القصير 240، مرسى علم 230، والشلاتين 210. في أسوان قامت وزارة الأوقاف بتسليم الدفعة الأولى من صكوك الأضحية اللي بلغ وزنها 2 طن من اللحوم لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بشفافية كاملة في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع ومن منطلق تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التربية والتعليم بدء تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 للمرحلة الثانوية العامة والتعليم الفني بدءاً من الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو الجاري حتى 31 يوليو 2024، وتم اعتماد تنسيق التعليم العام والتعليم الفني وجرى تحديد 254 درجة للتعليم الثانوي العام. أما التعليم الفني تم تحديد درجات القبول حسب نوعية التعليم: تجاري، زراعي، صناعي أو فندقي، وحسب المدارس. مشاهدينا، فقراتنا لسه مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحاً. نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. وبنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة بقيم بتتراوح من 2 لـ3 درجات. الطقس هيكون شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، وبالليل الجو هيكون مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياسي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير لحضرتك استاذه هاله وعلى كل الساده المشاهدين، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن لسه في ارتفاع في درجات الحراره وايضا نسب الرطوبه، وده يمكن بيزود احساسنا بدرجات الحراره، فاخبار الطقس ايه النهارده؟ بالفعل اليوم بنشهد استمرار لارتفاع درجات الحراره، يمكن اللي بدا من منتصف الاسبوع، بل اليوم تحديدا هو ذروه الارتفاعات في درجات الحراره، وبالتالي متوقع اليوم نسجل اعلى درجه حراره على مستوى هذا الاسبوع اللي هتوصل بالفعل اليوم، او متوقع انها توصل بالفعل اليوم لحوالي 39 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، هيتم قياسها في الظل، هتوصل طبعا اليوم ل 43 و44 على محافظات جنوب الصعيد، ايضا بيتم قياسها في الظل، وبالتالي نسب رطوبه مرتفعه وهدوء تام في سرعات الرياح اليوم، واجواء مشمسه تماما نتيجه وجود امتداد لمرتفع جو في طبقات الجو العليا. كل العوامل دي هتخلي درجات الحراره المحسوسه اعلى من درجات الحراره اللي هيتم قياسها بمعدل 2 لـ3 درجات. يعني اليوم ممكن المحسوسة على القاهرة توصل ل 41 وربما كمان 42 درجة مئوية. السواحل الشمالية بالتأكيد صاحبة النصيب الأكبر من ارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي المحسوسة على سواحلنا الشمالية ممكن توصل ل 34، ممكن كمان 35 درجة مئوية، وزي ما أشرنا اليوم هتكون أعلى درجة حرارة على مدار هذا الأسبوع كله، وهدوء سرعات الرياح هيكون من ضمن أهم العوامل اللي هتخلينا نحس أكثر بارتفاع نسب الرطوبة. بالتأكيد في المقابل خلال ساعات الليل هتكون درجات الحرارة أيضا مرتفعة تأثرا بارتفاع درجات الحرارة اللي هتكون خلال ساعات النهار، و
وبالتالي ممكن خلال هذه الليلة هنلاحظ ارتفاع في درجات الحرارة عن الليالي الماضية بمعدل درجتين تقريبا، وبالتالي أقل درجة حرارة هنسجلها الليلة أو متوقع نسجلها هذه الليلة هتكون في حدود 28 درجة مئوية، وممكن خلال ساعات الليل نبدأ نلاقي بعض نسمات أو هبات الرياح الخفيفة على مناطق من القاهرة وبعض محافظات السواحل الشمالية، وبالتالي باقي مناطق الجمهورية يمكن هتحس بحالة كبيرة من الدفء خلال ساعات الليل، وطقس خلال ساعات الليل هيكون مائل للحرارة بشكل ملحوظ على أغلب مناطق الجمهورية. لكن اللي يمكن الشيء المبشر هو أنه بداية من غد الجمعة إن شاء الله متوقع تغير في مصادر الكتل الهوائية شوية مع وجود امتداد لمنخفض جو في طبقات الجو العليا، وكمان هيكون في نشاط رياح ملحوظ على أغلب مناطق الجمهورية، وبالتالي من بكرة في انخفاض في درجات الحرارة بمعدل درجتين لثلاث درجات الحمد لله، وهتبدأ تعود العظمى بداية من بكرة على القاهرة لل 36 وممكن 35 درجة مئوية. وزي ما أشرنا هيكون في نشاط للرياح، وجود بعض السحب الخفيفة كمان خلال ساعات الصباح على شمال الجمهورية. الحقيقة عوامل كتير هتخلينا نحس بدرجات حرارة محسوسة مش عالية قوي، يعني ممكن ألطف بكرة شوية، يعني بكرة الجو هيبدأ يبقى ألطف شوية إن شاء الله، وهتبقى كمان ال 36 اللي هيتم تسجيلها هنشعر بها وكأنها 37 درجة مئوية أو 38، يعني الإحساس بالحرارة مش هيكون بعيد قوي عن درجات الحرارة المقاسة. وده هيستمر معنا اليوم الحد إن شاء الله، درجات حرارة ما بين ال 35 ل 36، وإن كان الطقس معها شديد الحرارة إلا إنه بالتأكيد هيكون ألطف بشكل كبير من اللي هنشهده اليوم. والخرائط أيضا بتشير عودة تدريجية مرة أخرى لارتفاع درجات الحرارة من يوم الاثنين القادم، ويمكن تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم على الأقل. والحقيقة ده بيتوافق مع التنبؤات الموسمية اللي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية المصرية قبل بداية فصل الصيف وقبل بداية شهر 7، وهو إن الأيام اللي هتكون فيها درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية هيكون فيها زيادة شوية في عدد الأيام دي، وبالتالي الأجواء الشديدة الحرارة يمكن هتكون مستمرة معنا شوية. ده اللي كنا أعلناه قبل بداية فصل الصيف، وده أمر طبيعي ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، لكن يمكن المختلف هذا العام هو زيادة عدد الأيام اللي فيها درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية. علشان كده دايما بنأكد على كل النصايح اللي بنوجهها للمواطنين في مثل هذه الأجواء الشديدة الحرارة أغلب أيام الأسبوع، وهي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان خاصة خلال فترات الظهيرة، وطبعا مع ارتفاع نسب الرطوبة دايما نكون حريصين على التواجد في أماكن جيدة التهوية، ده بيقلل كتير إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة، وكمان فتح النوافذ خلال ساعات الليل في المنازل ده برضو بيقلل شوية إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة. طيب يعني في أي ظواهر جوية يعني غير معتادة هنشهدها النهاردة؟ هو فقط ارتفاع درجات الحرارة، ده الأمر الطبيعي اللي بيكون خلال فصل الصيف. يمكن كمان أغلب نشاط الرياح اللي ممكن نشهده أحيانا في فصل الصيف بيكون غير مثير للرمال والأتربة، لكن وارد بكرة مع تغير مصادر الكتل الهوائية اللي هيؤدي بالفعل نشاط نسبي للرياح على أغلب الأنحاء، ممكن بكرة نلاقي بعض الإثارة خفيفة للرمال والأتربة على مناطق سواء من وسط الصعيد أو مناطق من جنوب الصعيد، لكنها تكون غير مؤثرة تماما. كمان لو في حتى شبورة مائية من يوم للتاني بتكون شبورة مائية خفيفة جدا غير مؤثرة، مش بتؤدي لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية، لكن بيكون انخفاض طفيف جدا، رؤية مش بتقل أبدا عن 6 كيلومتر أو 7 كيلومتر على الطرق السريعة والزراعية، ودي بالفعل بتكون غير مؤثرة بشكل كبير. هو فقط المؤثر خلال الفترة دي هو مسألة ارتفاع نسب الرطوبة اللي كلنا حتى ملاحظينه، وخلال ساعات الليل في المنازل طبعا مع عدم وجود نشاط للرياح بيكون إحساسنا كبير جدا بارتفاع نسب الرطوبة. علشان كده بنأكد على فتح النوافذ خلال ساعات الليل والتهوية الجيدة طبعا. بالضبط تمام. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياسي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. القاهرة متوقعة العظمى فيها تكون 39 والصغرى 27 والعاصمة الإدارية 39-26، الإسكندرية 32-23، والعلمين الجديدة 32-22، مطروح 31-23، دمياط 35-24،
بورسعيد 35-24 أيضاً، والإسماعيلية 40-27، أما السويس 38-24 والعريش 35-23، كاترين 34-16 وطوبة 36-26، حلايب 37-29، شلاتين 40-28، شرم الشيخ 39-30 والغردقة 40-30، الفيوم 39-24، بني سويف 40-25، الوادي الجديد 43-26 وأسيوط 41-25، سوهاج 41-26، قنا 42-29، الأقصر 42-29 أيضا، وأسوان 43-29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. دلوقتي عودة مرة أخرى لجوانا ومصطفى ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. نشكرك يا هلا، شكرا جزيلا. شكرا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعضها من الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيعقد أول مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. النهاردة هتقدم فرقة الأرتيستو العرض المسرحي العيلة عن مسرحية كلهم أبنائي للكاتب الأمريكي آرثر ميلر على مسرح الجزويت بوسط البلد في تمام الساعة 8 مساءً، وحصل على أفضل عرض مسرحي خلال مهرجان مواسم نجوم المسرح الجامعي لعام 2023. النهاردة هيتم افتتاح معرض مختارات صيفية ل 25 فنان تشكيلي بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس في تمام الساعة 6 مساء بحضور عدد من الفنانين التشكيليين وعدد من الشخصيات العامة. لعشاق الكرة المصرية موعده النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري. هيلتقي الأهلي مع الداخلية في تمام السابعة، وفي نفس التوقيت هيلتقي طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري. طيب خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمحافظة الوادي الجديد اللي نجحت في زراعة محصول بنجر السكر بمساحات كبيرة جدا، وده ضمن جهود الدولة للتوسع في الزراعات الاستراتيجية والغير تقليدية، أيضا توفير الدعم الكامل للزراعات ذات العائد الاقتصادي والإنتاجي المرتفع. تم زراعة بنجر السكر بالوادي الجديد على مساحة بلغت 12,000 فدان بإنتاجية وصلت ل 50 طن للفدان، ده بجانب أن المحافظة اتعاقدت مع مصنع سكر أبو قرقاص لتوريد الإنتاج للمزارعين. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر على الهاتف. معنا الدكتور مجدي المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد. بعد التحية يا فندم، يعني بالتأكيد يعني هناك ملامح للموسم الحالي اللي تم فيها زراعة محصول بنجر السكر، خلينا نتعرف على لغة الأرقام في هذا الأمر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على السادة المشاهدين، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا محصول البنجر من المحاصيل الاستراتيجية الغير تقليدية، ودخلت بدأت زراعتها تقريبا من موسم 2017. بدأت تزيد المساحة، كان المساحة أغلب المساحات الكبيرة كانت في مركز الفرافرة، وأيضا تم زراعته بمساحة ما بين 500 ل 600 فدان بالعوينات، وأيضا مساحات في مدينة الدخلة وبلاط والخارجة، وأيضا مركز باريس بيزرع له بتاع حوالي 400 فدان سنويا. يعني الحمد لله بالنسبة لمحصول بنجر السكر، محصول بنجر السكر بيجود زراعته في الأراضي الرملية، بيتحمل الملوحة المتوسطة. طبعا هو بيعتبر أنه ما بيحتاجش مية كتير، الموسم الزراعي بتاعه 6 شهور مقارنة طبعا بمحصول قصب السكر. قصب السكر ده من الأنواع المعمرة، محتاج لمياه كبيرة. فالحمد لله زي ما أنت قلت حضرتك، بيوصل إنتاجه الفدان حوالي من 35 إلى 50 طن. الحمد لله الأسعار في تعاقدات، هو طبعا من المحاصيل الزراعات التعاقدية، المزارع بيقبل عليه نتيجة انه بيتعاقد مصانع الانتاج سكر البنجر تتعاقد مع المزارعين. طبعا بيتراوح كان حوالي سعر الطن كان حوالي 1500 جنيه وزاد ل 1900 لغاية 2350، وده غير الحافز الإضافي بالنسبة لنسبة السكر. طبعا محصول البنجر
نسبة السكر عالية فيه توصل ل 21% بالنسبة لمحافظة وادي الجديد. يعني الحمد لله. وطبعا بدأ وزارة الزراعة ومعالي السيد المحافظ بدأنا نتهم بالمحصول البنجر ونضيفه إلى المحاصيل اللي بتتميز بها محافظة وادي الجديد. وإحنا قلنا في لقاءات قبل كده محاصيل كتيرة بتتزرع على رأسهم طبعا نخيل البلح والبطاطس والقمح وفول السوداني والذرة الشامية بمساحات تتعدى طبعا من 50 إلى 80 ألف فدان. فدخل برضو بنجر السكر في هذا الموضوع في هذه الزراعات. وطبعا بيتزرع في ثلاث عروات، العروة اللي هي من نهاية يوليو لسبتمبر ومن سبتمبر لأكتوبر ومن أكتوبر لنوفمبر. فالحمد لله بنقدر نزرع بعديه محصول محاصيلنا الطبيعية اللي هي التقليدية زي القمح والشعير، فما فيش مشكلة ان احنا ناخده في الفترة اللي هي وبيتحمل طبعا درجات الحرارة بيتحمل يعني في مميزات كتيرة ان احنا نتوسع في زراعته. حاليا الحمد لله في زيادة، لو احنا بصينا من 2018 موسم 2018 و2019 لا في زيادة، كان 4000 6000 10000 12000 لغاية ما وصلنا ل 12300 فدان. طيب دكتور مجد، خلينا يعني نستغل وجود حضرتك معانا وتقول لنا لو في اماكن معينه، يعني الاماكن معينه للتوريد اللي ممكن تستقبل منها من المحاصيل طبعا من المزارعين. هو طبعا في تعاقد مباشر بتيجي المصانع زي مصنع ابو رقاص طبعا تبع وزاره التموين، وطبعا بتيجي تتعاقد مباشره مع المزارعين وبيجيب له التقاوي وبيبدا يتابع موضوع الزراعه من بدايه الزراعه البذور الى حتى الحصاد. يعني بيكون اتفاق مسبق. زراعه تعاقديه. بالمناسبه نجح الزراعه التعاقد، فكره الزراعه التعاقديه فكره ناجحه جدا جدا. المزارع او المستثمر مطمن تماما ان المحصول اللي هيزرعه هيورده وهياخد ثمن المحصول، ودي مهم جدا جدا. وده نجحت في النباتات الطبيه والعطريه، نجحت في الذره الشامي، نجحت في فول الصويا، نجحت في عباد الشمس، نجحت في بالاضافه طبعا للمحصول الاستراتيجي الاول اللي هو القمح، ان احنا طبعا سعر التوريد بتاعه ثابت وبيزيد قبل عمليه الحصاد. طيب يعني لما نسمع ان محافظه الوادي الجديد بتنجح في زراعه كميات كبيره وهي محافظه في المقام الاول صحراويه، ده ليه دلالات؟ طبعا اولا الاراضي الرمليه بتبقى اراضي طبعا ما فيش ماده عضويه فيها، من ضمن برضو فوائد زراعه البنجر انه بيحسن من خشونه التربه. بيتحمل نسبة الملوحة التربة، ده مهم جدا. بنتحصل على مواصفات نسبة السكر بتاعته بتبقى زيها زي وادي النيل أو في الزراعات فيه اللي تروى على على جنبي النيل. تمام. ففي ميزة في طبعا دي ميزة ان احنا وبعدين الأراضي الصحراوية شاسعة وعندنا مساحات كبيرة من الأراضي، واحنا بندور على المحاصيل الغير تقليدية اللي بتحاول بقدر الإمكان تحافظ لي على كميات المية، يعني احتياجاتها المائية منخفضة. مهم جدا 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 ان احنا نحافظ على كل قطرة مياه من هذا الموضوع. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مجد المورسي وكيل وزاره الزراعه بالوادي الجديد، شكرا لحضرتك يا فندم على كل هذه الايضاحات. اكتر ناس بتتاثر من ارتفاع درجات الحراره هم الناس اللي عندهم حساسيه او مشاكل صحيه، علشان كده بيكونوا حريصين على عدم التعرض لاشعه الشمس الضاره وخصوصا في المصايف. والله في ناس يا مصطفى بتتعرض لاشعه الشمس عمدا عشان تقدر تاخد عشان تاخد فيتامين دي، عشان تاخد لون، وعشان قصص كده كتير، لكن للاسف لازم يكون ليه تفاصيل كتير جدا وخطوات كتير جدا عشان ما يكونش مضر. على اي حال خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن ازاي مرضى الحساسيه والجلديه يقدروا يحافظوا على نفسهم من اشعه الشمس وارتفاع درجات الحراره خلال المصايف. معانا على التليفون دكتور اسامه الشحات استاذ جراحه التجميل بكليه الطب بجامعه الازهر. صباح الخير على حضرتك يا فندم. وبعد التحيه، زي ما كنا بنتكلم التعرض للشمس بشكل زايد او في اوقات معينه ممكن يكون مضر ان كان لاصحاب مرض الحساسيه او مرضى الحساسيه الجلديه او حتى للناس اللي لا تعاني من اي نوع من انواع الحساسيه. عايزين نعرف من حضرتك ازاي
نتعامل مع أشعة الشمس، وإمتى الأوقات اللي بتكون ما فيهاش خطورة وإمتى الأوقات اللي بيكون فيها خطورة بشكل أكبر؟ صباح الخير على عليك يا جمانة، أنت ومصطفى. أهلا بحضرتك. صباح الخير على السادة المشاهدين. طبعا كل سنة حضراتكم طيبين. حضرتك بخير. المصيف والصيف طبعا هو جميل وحلو لبعض الناس، والبعض الآخر قد يكون مؤذي. وممكن يكون يعني احنا لو احنا اتكلمنا على فصل الصيف هنتكلم على حاجتين: أشعة الشمس ودرجات الحرارة اللي بتبقى مرتفعة. أشعة الشمس فيها أشياء مضرة وأخرى مفيدة. طب احنا امتى تبقى الوقت المناسب ان انا ابقى موجود ومتعرض للشمس ومحتاج منه وقت قد ايه؟ من 10 صباحا ل4 ده وقت الذروه بتاع اشعه الشمس المضره اللي بيكون فيها، من 10 صباحا ل4 الوقت ده اللي بيكون فيه كثافه الاشعه المضره اعلى، اللي هي الاشعه الفوق البنفسجيه بنوعيها الاي والبي. يعني معنى كده قبل 10 ده مناسب وبعد 4 ده مناسب. طب هو ايه اللي بيبقى أشعة الشمس لما بتنزل للأرض فيها؟ بيبقى فيها حاجات مفيش فيها ضرر، دي زي الموجات بتاعة الراديو، والفوق البنفسجية دي المضرة. طب هو إيه اللي أنا بحتاجه وقت قد إيه أتعرض فيه للشمس عشان يبقى مفيد؟ محتاج من 10 ل 15 دقيقة في اليوم، في التوقيت اللي إحنا قبل 10 أو بعد 4، لكن هو قبل 10 بيبقى أفضل يعني. بتبقى كثافة الأشعة المضرة فيه تبقى ضعيفة، وإحنا محتاجينها. إحنا محتاجينها ليه؟ الحقيقة محتاجينها في كل أعمارنا، من أول ما يبقى طفل والبالغ والكبير. الطفل بيحتاج يقعد في الشمس ويعرض رجليه أو يتعرض ذراعين للشمس يوميا لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة، والكبير بيحتاج كده. بيبقى فيه طبقات جلدنا موجود فيه فيتامين د غير ناشط، بيحتاج أشعة الشمس عشان ينشط. طب وبعدين؟ بعد ما ينشط بيساعد على تكوين الكالسيوم اللي هيقوي العظم بتاعي بالزبط. وهيبقى مناسب لكل الأعمار إن إحنا محتاجينها. دي حاجة مفيدة بالنسبة لنا. طب ولو إحنا خدنا فيتامين د من مصدر تاني يا دكتور، هل ده يغني؟ هو ده يعوض جزء كبير، لكن الأفضل إن أنت تاخده طبيعي من جسمك، لأن هو طبيعي موجود لكن غير نشط، يحتاج أشعة الشمس عشان تحوله لفيتامين دي النشط. تمام؟ في حاجة كمان مهمة قوي لو حد يلاحظها، خصوصا في الشتاء بتبقى مثلا وأنت قاعد دافى كده في جو شمس، بتلاقي نفسك إيه بدأت تنعس حبة. ده سببه بيبقى في أشعة الشمس لها دور مفيد برضه في إفراز هرمون ميلاتونين في المخ، بيساعد على الحالة اللي هي اللي فيها الاسترخاء الشديد ده. وبالتالي بعض البلاد اللي ما فيش فيها شمس في الشتاء قد يعاني أهلها من اكتئاب موجود، والاكتئاب ده بيبقى مرتبط بعدم تعرضه لأشعة الشمس حتى لو فترة بسيطة في اليوم. طيب دكتور، يعني من الساعة 10 صباحا زي ما حضرتك قلت لغاية الساعة 4 ده بالنسبة لأي حد. طيب بالنسبة للأشخاص اللي عندها حساسية، إيه الوقت المناسب المفروض يعودوا فيه في الشمس؟ وقت التعرض للشمس المفروض يكون قد إيه؟ هل في أي نوع من أنواع الكريمات أو في أي احتياطات المفروض ياخدوا بالهم منها؟ الكلام حضرتك طبعا مظبوط. هو إحنا اتفقنا الأشعة الغير مضرة هي التوقيت اللي قبل 10 صباحا. قد إيه مدة؟ من 10 دقايق لربع ساعة، ده تكفي للواحد في اليوم. طيب ايه الاحتياطات بقى اللي نعملها؟ طب واحنا بنعمل ليه احتياطات؟ لان في اضرار من اشعه الشمس. لو احنا قعدنا فتره طويله في الشمس زياده عن اللزوم ممكن بيؤدي الى ضعف المناعه بتاعه جسمنا، ممكن يؤدي لتكرار الانتظار في الشمس او الوقوف في الشمس لفترات طويله لايام كتيره على مدار عمرنا. الجلد بيبدا يتاثر بان هو الاصابه اللي بتحصل فيه بتضعفه بدرجه ان هو ممكن على مدار سنوات ممكن يتحول يبقى الجلد تخين شويه، اللون غامق شويه،
احيانا يبقى العكس، يبقى رقيق جدا الجلد، وبالتالي قدرته على اصلاح نفسه يجي يتعرض لشمس تانية ولا حاجه بتضعف جدا. والحقيقه بتخصصنا احنا بقى كجراح تجميل بنلاقي كتير قوي الناس الاكثر عرضه للشمس بطبيعه عملهم او لاسباب اخرى بيبقى عندهم اللي هو سرطان الجلد بنسبه اعلى من الاخرين. فده برضو لازم يخلينا السؤال اللي حضرتك بقى بتقول عليه، ازاي نقي نفسنا بقى عشان ما تحصلش المشاكل اللي هنقول عليها دي. لان برضو غير السرطان كل ما طولت فتره وقوفك في اشعه الشمس المباشره فترات طويله على مدار عمرك كله، جلدك بيعجز، بشرتك بتعجز، بيبان عليها سن كبير غير الواقع اللي انت بتاعك وعمرك اللي انت فيه. شكرا جزيلا ليك يا دكتور. بالتاكيد فتره المصيف محتاجه ان احنا ناخد اشعه الشمس، ولكن يعني بقليل من الفهم والعقل طبعاً. عشان الموضوع ده فعلا محتاج يعني اداره لوحده. بشكرك دكتور اسامه شحات، استاذ جراحه التجميل بكليه الطب جامعه الازهر. شاهدينا الثمانة صباحا وعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة الحملاوي. تفضلي هالة. شكرا جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي باستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتعليم. كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين. كما أكد الرئيس السيسي أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات وكذلك التحديات خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة. تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب فلسطين، ويبحث الاجتماع سبل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الوسطاء في مصر وقطر بشأن أفكار للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة. وأضافت الحركة في بيان أنها تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تدرس رد حماس وستقدم ردها للوسطاء. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأعلنت مصادر فلسطينية انتشال 4 شهداء و8 مصابين بعد استهداف طائرات إسرائيلية بناية سكنية في حي الدرج بغزة. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط خلال معارك شمالي قطاع غزة. وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد 33 شخصا في الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. صادقت إسرائيل على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقال بيان لمنظمة السلام الآن إن تلك المصادرة تعد الأكبر منذ 3 عقود، وصفا إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بالشرق الأوسط. وبهذه المصادرة ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل أراضي دولة منذ بداية العام إلى 23.7 كيلومتر مربع.
تبادلت قوات حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود، وأكد حزب الله اللبناني أنه أطلق رشقة صواريخ من القطاع الشرقي جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل، كما استهدف الحزب موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفر شوبة بالأسلحة الصاروخية. هذا وشنت قوات الاحتلال عدة غارات على جنوب لبنان، حيث أعلن حزب الله مقتل القائد محمد نعمة في غارة إسرائيلية. يتوجه البريطانيون اليوم إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية، وبعد 6 أسابيع من الحملة و14 عاما من حكم المحافظين الذي شهد تعاقب 5 رؤساء وزراء بينهم 4 اضطروا للاستقالة، من المتوقع أن تصوت البلاد لصالح يسار الوسط ليصل كير ستارمر إلى داونينغ ستريت بحسب استطلاعات الرأي. خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، تعهد جميع حكام الولايات الأمريكية الديمقراطيين بدعم بايدن في سعيه للبقاء في السباق الرئاسي والفوز بولاية ثانية. وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور للصحفيين في البيت الأبيض إثر الاجتماع إن حكام الولايات اتفقوا على دعم بايدن، في حين قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز إن بايدن أهل لتحمل أعباء المنصب بعدما أطلق أداؤه في المناظرة دعوات لانسحابه من السباق الرئاسي. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. في الحقيقة دايما بنحاول أن احنا ندور على بدايل قابلة للتنفيذ عشان نستخدمها علشان نرشد استهلاك الكهرباء والطاقة في البيت، وخصوصا حالة الإجهاد الحراري اللي بقت موجودة عندنا. وعلشان نوصل للمعادلة دي لازم نفتش عن كل ما هو طبيعي في بيوتنا. خلينا أقول لكم إن أجدادنا ما كانش عندهم تكييفات وما كانش فيه مراوح، ولكن كان الجو معتدل، كانت الأسقف عالية، وكان الهواء بيخش من كل حتة، وكان فيه ملاقف هواء، كل ده كان بيغير المنظومة دي. وخلينا أقول لكم إن غير إن لما يكون في نيتك انك ترشد وتوفر في مصادر الطاقه، لازم ايضا انك تاسس بيتك وانت في القرن 21 بمعايير زي ما اجدادنا كانوا عاملين. يعني احنا دلوقتي اكتشفنا ان اللي كانوا بيعملوه هو اللي كان الصح. الصح بالظبط. يعني محتاجين نتكلم تفاصيل اكتر مع ضيفنا في الاستوديو دكتور خالد علي ترابيه، استاذ العماره بكليه الهندسه جامعه الامريكيه، وهيقول لنا تفاصيل كتير جدا عن هذا الموضوع. صباح الخير حضرتك يا فندم، ومنورنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك. يعني احنا دلوقتي البيوت الحقيقه في الشتاء بقت اكثر بروده، في الصيف بقت اكثر حراره من بره من الشارع حتى. البيوت تحولت فجاه لاماكن بتخزن الحراره. مش بتريحنا لما ندخل بيت، يعني زي ما كان بيكلم مصطفى انه بيوت اجدادنا لما بندخل مفيش تكييفات، في مراوح سقف، في مراوح موجودة، بس حقيقي البيت يعني حرارته مقبولة جدا حتى غير الشارع. أما دلوقتي العكس، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن إحنا غيرنا طرق البنى وغيرنا التصميم اللي كنا بنستخدمه، زي ما حضرتك قلت بالظبط، حضرتك قلت كل النقط المهمة. الأسقف مثلا تصميميا زمان كان الأسقف أعلى، حضرتك عارفة أن الهواء السخن كثافته بتقل وبيرتفع، فبيرتفع لما بيرتفع في ارتفاعات 4 متر للسقف، مختلف عن لما بيرتفع حاليا للي بنشوفه اللي بيوصل لحوالي 2.5 متر. ده مازال موجود في الصعيد في الدوار الكبير. تمام. والصعيد أكثر حرارة يعني. طبعا. وبنلاقي أن بدأ يبقى في استخدام للشبابيك الألومنيوم، فالمعادن بقت موجودة على الغلاف الخارجي للمبنى وبتساهم على امتصاص الحرارة والانتقال الحراري، وبتسرع الانتقال الحراري من أشعة الشمس المباشرة إلى داخل بيوتنا، فبدأت بيوتنا تخزن فعلا الحرارة أثناء النهار، وطبعا ده بتفرغه أثناء الليل. والمظلومين في الموضوع ده طبعا الأدوار كمان العليا الأخيرة اللي هي عندهم مشاكل مش بس من الغلاف الخارجي ولكن من الأسقف كمان، العزل. لأن احنا بدأنا دلوقتي بدأ ما نستخدم ألوان فاتحة للأسقف أو مظلات زي ما كنا زمان عندنا البرجولات أو التكعيبة المزروعة، دلوقتي عندنا
أطباق الدش والألوان الغامقة نتيجة تخزين مواد أو تخزين بنستخدم الأسطح للتخزين. طبعا دي كلها بتساعد على برضو سحب الإضاءة، سحب أشعة الشمس والحرارة، ونتيجة إن احنا بنبني بطبقات عزل أرخص علشان نقلل التكلفة المبدئية للمباني. ده بدأ طبعا كمان يبتدي إن هو يأثر على البيئة الداخلية. طيب إيه اللي نقدر نعمله؟ إيه اللي نقدر إزاي نقلل الموضوع ده؟ طيب هل نشتغل بالتصميم القديم، نرجع تاني بالتصميمات القديمة، ولا هل ممكن نقدر طبعا اقتصاديا، وفي اعتبارات كتيرة غير اعتبارات التصميمية المعمارية، في اعتبارات اقتصادية، في اعتبارات لها علاقة بالمواد المتوفرة دلوقتي، يعني مثلا الأخشاب. زمان كانت الأخشاب متوفرة، إن احنا يبقى عندنا ضلفة الشيش، دلوقتي الأخشاب بقت غالية فما نقدرش نستخدم الموضوع ده، فبنستعيد عنها بإن احنا ناخد طبقات من العزل، أو ممكن يبقى عندنا بلاينز أو ستائر داخلية تحاول تقلل شوية الانتقال الحراري أثناء اليوم. طب إيه اللي نقدر نعمله؟ والله الموضوع ده ليه شقين. لو المباني قائمة، في بعض طبعا احنا بنبقى ليميتد شويه واللي عندنا محددين في اللي نقدر نعمله، لان طبعا المبنى ممكن خلاص المبنى تم تصميمه، ممكن لو هو لغير عالي الكفاءه ممكن خلاص، يعني اللي احنا عندنا نقدر نشتغل بيه، يعني نقدر نشتغل على مشكله التهويه مثلا، ان احنا نحاول نهوي المبنى مساء زي ما كان اكش بيتقال في قبل كده، بحيث ان احنا نستفاد بدرجه حراره الهواء البارده مساء، نحاول ننقل ونهوي البيت ونطلع المخزون الحراري بره ونقفل المباني. ده طبعًا. سؤال مهم، ازاي اعمل تيار هواء جوه بيتي، استفيد من المنور، استفيد من الشبابيك؟ ناس كتير جدا مش فاهمه معادله تيار الهواء جوه البيت دي، نفهمها ازاي؟ يعني ازاي اعمل تيار هواء فعلا يعني يبعدني شويه عن التكييف، يقلل استخدام الكهرباء، ويدي ايضا نسمه هواء طبيعيه. زي ما قلت لحضرتك، لو المبنى قائم نشوف اتجاهه ايه، لو الاتجاه بتاعه مواجه للهواء يعني بحري، طبعا الموضوع سهل وبسيط بان احنا يبقى عندنا كروس فنتيليشن، او نوع من التهويه اللي تاخد بتقدر تخش من الاتجاه البحري للاتجاهات الجنوبية. ولكن لو عندنا المبنى قبلي، وده أسوأ وضع واختيار، مش قدامنا الحقيقة غير المراوح الكهربائية أو المراوح السقف، وبعد كده يبقى عندنا التكييفات للأسف في أثناء اليوم. ولكن مساء تاني نستفاد بانخفاض درجة الحرارة الخارجي، بأن احنا نعمل نوع من الفلاشنج أو نوع من تجديد الهواء داخل البيت على قد ما نقدر. ولازم طبعا هيبقى فيه في الاتجاه القبلي مروحه شغاله، لان ما فيش اصلا سورس او مصدر للهواء تقدر حضرتك تتقبله. نعتمد على المناور، ولكن ده برضو بيعتمد على مساحه المناور قد ايه، وكفاءه المنور في سحب الهواء، بيعتمد على ارتفاع اليونت نفسها او الشقه دي. كل ما زاد الارتفاع، كل ما قابليه الوحده قدرت انها يجي لها نوع من الهواء أحسن بكتير مساء من الأدوار السفلية. موضوع تاني مهم جدا عندنا، وإحنا بدأنا يعني نبعد عنه، موضوع الغطاء الشجري خارج بيوتنا. ده مهم جدا لأنه بيساهم في تظليل الأغلفة الخارجية للمباني بتاعتنا. فطبعا المبنى اللي حتى لو مصمم جيدا، اللي ملوش غطاء شجري، ملوش علاقة، ما فيش شجر أو تظليل خارج المبنى ده، طبعا اكتسابه للحرارة هيبقى أسرع بكتير من الأسفلت ومن المؤثرات، من انعكاسات المباني التانية عليه، أكتر من المباني اللي وسط غلاف أو أغطية شجرية معينة اللي احنا بنوعيها. ولذلك احنا لازم نحاول نحمي الغطاء الشجري في المدن بتاعتنا، لان هو ده من الحاجات اللي تقدر تقلل جدا اكتساب الحراري. نقدر نعمل ايه غير التهويه؟ نستخدم اجهزه طبعا موفره
للكهرباء، نقدر نستخدم الإضاءة بدل إضاءة تقليدية تبقى إضاءة LED، دي تقدر تقلل. أهم شيء هو طبعا المواد والعزل، يعني العزل الحراري مهم جدا. أسقف بتاعتنا أو الألوان بتاعتنا للمباني بتاعتنا تبقى تميل أكتر إنها تبقى أبيض، أو الألوان الفاتحة مش الألوان الغامقة، لأن الألوان الغامقة فيها خاصية اكتساب الحرارة أكتر. صحيح. بدأنا نشوف المباني بتاعتنا بدأت يبقى لونها أغمق وفي نفس الوقت فيها معادن، فإحنا يعني تقريبا بنكتسب وبنصممها للمناخ البارد. المناخ البارد بيتصمم بالأسلوب ده علشان يكتسب الحرارة. بالنسبة لعندنا احنا الحمد لله ربنا ادينا حرارة كتير، فالمفروض نشتغل في عكس فكرة مش تقليد او حتى مش فكرة نقل صورة معينة، حد شاف شكل بره او باترن او نمط بره معين ما ينفعش يتنقل زي ما هو، لازم برضو طبعا تراعي الظروف اللي انت بتبني فيها. طيب بمناسبة بقى البناء، لو انا شخص هبني عقار، هل فكرة ان انا ابني بيت او ابني عقار بالطراز القديم بتاعنا او بنفس شكل بيوت اجدادنا، السقف العالي والمساحات والتراس او البلكونة اللي لازم تكون موجودة او حتى الشباك الكبير، هل ده مكلف اكتر؟ طبعا التكلفة الاولية أكتر للمبنى تبقى اعلى، لان بيتم على فكرة الاعتبارات دي كلها موجودة في اكواد البناء عندنا. سمك الحوائط، ايه المعدلات اللي المفروض تبقى موجودة، نسب الزجاج لنسب الحوائط الصامتة قد ايه، التخانة الحوائط دي مهمة جدا لان هي دي اللي بتساعدنا على العزل الخارجي وعلى تقليل الانتقال الحراري. فطبعا التكلفة الاولية بتزيد نوعا ما، وده بس ده استثمار على كنت لسه اقول لحضرتك كده، على عمر المبنى تستمر بالظبط. طبعا ودي المباني، وعشان كده المباني بتاعتنا اللي اتبنت في الثلاثينات والاربعينات وموجوده لسه لحد دلوقتي، مباني عمرها فوق ال 100 سنه او في حدود ال 100 سنه هتعيش اكتر. احنا مش بنتكلم على مباني اثريه، احنا بنتكلم على عمارات عاديه جدا، عمارات عاديه خالص، عمارات عاديه خالص فيها عناصر ما عادتش موجوده النهارده، عنصر البلكونه، عنصر ضلفة الشيش مع الازاز، زي ما قلت لحضرتك الاسقف نوعا ما اعلى من اللي بيبقى موجود اليومين دول. وعلى فكره اللي انا بقوله ده موجود في اي نوع اسكان او اي نوع مباني، يعني انا مش بتكلم على الاسكان منخفض التكاليف ولا الاسكان الفاخر، الاثنين فيهم نفس المشكله، ونفس مشكله كمان السمك الجدار الخارجي للمباني اللي هو بيبقى اقل ما يمكن طبعا، لان ليه اعتبارات اقتصاديه للمطورين وخلافه. طب وعلشان نرجع لده، ده شيء صعب يعني عشان تعيد هذا الاسلوب في البناء، ده ما بقاش موجود يعني الغالي النهارده الكومباوند. والكومباوند الشقه فيه قد كده ولا انا غلطان؟ لا حضرتك مظبوط جدا، يعني ما فيش، احنا عندنا مثلا نظم زمان كنا بنستخدمها حوائط حامله، كنا بنبني بالحجر، كنا بنبني بمواد مش لازم انها بمواد طبيعيه موجوده في مصر. دلوقتي بنبني هياكل خرسانيه لفلل موجوده، ممكن تبقى دور او دورين، في حين ممكن بدل الهياكل الخرسانيه دي بتستخدم المباني الاعلى، المباني اللي هي اللي هتبقى ليها استخدامات مختلفه، ممكن مدارس، مستشفيات، وتبر. ولكن بالنسبه للمباني السكنيه، مبنى من دور او دورين زي ما حضرتك بتقول في الكومباوندز، ممكن جدا ان احنا نستخدم الانماط التقليديه اللي كانت موجوده في مصر مش من زمان جدا على فكره، ونقدر يعني المواد بتاعتها متوفره والعماله بتاعتها متوفره والتصميم العالي كفاءه متوفر. ما زالت متوفره؟ طبعا موجوده. المواد الطبيعيه بتاعتنا موجوده، وموجود ان احنا نقدر نبني بيها، مش لازم كل المباني بتاعتنا تبقى هياكل خرسانيه، لان الحراك عارف ان الخرسانه فيها اصلا بتساعد على اكتساب الحراره وتفريغها ليلا. فممكن جدا في نستثني قاعده ان في مباني ممكن تتبني بالنظام القديم
الحوائط الحاملة اللي هي بتدينا الأسماك اللي احنا عايزينها وبتحافظ على جودة البيئة الداخلية للمباني بتاعتنا وبتعيش أكتر. طب دكتور حضرتك يعني أشرت في إجابتك أنه طريقة استخدامنا للطاقة في البيت ليه انعكاس على فكرة تفريغ الحرارة من البيت. أيوة طبعا. إيه العلاقة؟ إزاي؟ هو حضرتك يعني لو خلينا نقول ان في عندنا حاجه اسمها الراحه الحراريه لليوزرز او للمستخدمين. احنا للاسف الجزء ده بننساه دايما. احنا بدانا دلوقتي نستخدم المكيفات مثلا في العربيه في مكان العمل في المحلات، فاحنا على طول بننتقل في اماكن كلها مكيفه بدرجات حراره واطيه جدا. فالراحه الحراريه بتاعتنا بقت ادابتد او بقت متوائمه مع الدرجه دي من الحراره، في حين ان زمان كان ممكن جدا ان اليوم بيبقى يعدي يعني في مكان العمل وفي مكان السكن بدرجات حراره اعلى من كده بكتير، يعني درجات حراره 24 او 25 درجه. بس برضو دلوقتي درجات الحرارة بقت مرتفعة عن زمان نتيجة إن التصحر الزائد، نتيجة الانخفاض الغطاء الشجري، نتيجة استخدام المواد. بس موائمة الجسم نفسه أو موائمتنا إحنا لدرجة الحرارة يعني برضو أعتقد دلوقتي درجة الحرارة أقل أكتر من زمان، فصعب قوي إن إحنا نتعامل معاها. إحنا نفس البني أدمين بتوع زمان. فهي الفكرة إن هي إيه اللي متوفر لو التكييف جاهز نفتح التكييف ونوصل لدرجة حرارة باردة أكشن فوق العادي. وبنشوف كتير في المباني بتاعتنا إن درجات الحرارة الداخلية منخفضة جدا لدرجة إن في ناس بتحتاج إنها تلبس كوتس أو يعني تزود اللايرز بتاعتها داخليا نتيجه ان المباني بارده جدا. فايه اللي نقدر نعمله؟ والله نحافظ على التبريد، درجه البروده الداخليه اللي اكتسبناها من استخدام التكييف او ان احنا من التهويه، يبقى في مصدات للابواب، يبقى الشبابيك بتاعتنا محكمه، نقلل استخدام الاجهزه الكهربائيه على قد ما نقدر. ايه علاقه الاجهزه الكهربائيه بده يا دكتور؟ الحراره الناتجه عن استخدام الاجهزه الكهربائيه، لو حضرتك التلفزيونز دلوقتي كلها بقت ليد وبقت التكنولوجي بتاعتها مختلفه. حضرتك لما تفتحي التلفزيون عدي جنبه بس هتلاقي ان هو الايميشن بتاعه والانبعاث الحراري منه محسوس جدا. وده بيساعد في زياده الحمل الحراري داخل البيت مع من الحمل الحراري من المستخدمين نفسهم. بالاضافه لاجهزه زي الثلاجه وزي لو مسكت الحيطه اللي ورا الثلاجه هتلاقيها سخنه جدا طبعا. ما فيش داعي اطلاقا لاستخدام السخانات الكهربائيه وان احنا نسيبها، لان دي عباره عن زي الكاتل اللي شغاله اثناء اليوم. احنا عارفين كويس ان درجة حرارة المية العادية اللي موجودة عندنا درجة دلوقتي في المناخ بتاعنا حاليا ما تحتاجش سخان كهرباء، فممكن نفصل سخانات الكهرباء بتاعتنا ونستخدمها عند الحاجة بس. كل الشواحن، كل الأجهزة اللي كونكتد للحيطة تتشال، لأن في أجهزة حتى لو حضرتك مش تستخدمها مجرد وجود الشاحن في الحيطة ده بيسحب كهرباء. فاستخدامنا احنا يعني هل ممكن الأسرة تحاول تبقى في مكان واحد يستخدم التكييف بدل ما كل فرد في الأسرة، لو أسرة مثلا من 4 أفراد يبقى في مكان منفصل حتى اجتماعيا ده أحسن، ان احنا نبقى قاعدين مع بعض ده المفروض. ونقلل استخدام المية، عايزين نقلله كمان لأن استخدام المية حتى المية العادية ده معاه طاقة والطاقة معناها كربون. أحب بس أقول إحنا ليه أصلاً بنعمل الموضوع ده كله؟ ليه في بناء أخضر وليه في بناء مستدام وليه المشكلة دي كلها؟ إحنا بنحاول نوفر إيه بالظبط؟ بنحاول نقلل انبعاثاتنا بالترشيد استهلاكنا وبإن إحنا نبني بطريقة
فيها نوع من العالي التصميم العالي الكفاءة لتقليل بصمتنا الكربونية على المدى الطويل. وده لأن المباني في المتوسط بتساهم بحوالي 40% الانبعاثات اللي بتؤدي إلى الاحتباس الحراري. فعلينا دور إن إحنا نعمله. ولازم طبعا ان احنا نحاول نبص في تاريخنا ونبص تقليديا كنا بنعمل ايه. من انا عندي سؤال عن تاريخنا يا دكتور بعد اذنك. في تاريخ العماره لو بصينا القصر زي قصر النيل اللي هو اللي بقى دلوقتي مقر للخارجيه قبل قصر النيل على طول هو قصر النيل او قصر عابدين، القصور دي اتبنت في اواسط القرن 19 1860-70 كان خديوي اسماعيل وما زالت موجودة حتى الآن، ولم يكن الأسمنت أو حاجات دي أو الأساسات المعدنية موجودة، إزاي هي قائمة؟ وإزاي الزمن ما جاش عليها زي ما جه على حاجات تانية؟ وإزاي تحتفظ بدرجة حرارة أقل من اللي بنشوفه دلوقتي في بيوتنا؟ المباني مش بس القصور، المباني التقليديه اللي حضرتك بتشوفها في القاهره الاسلاميه، بتشوفها في القاهره الخديويه، بتشوفها في المباني بتاعتنا اللي بقى لها موجوده مده للمشربيات، المباني اللي لها داخل فيها الخشب نوعا ما بيتم صيانتها باقل ما يمكن، ومباني ما زالت موجوده معانا. الحقيقه ده ليه علاقه بازاي المبنى نفسه تم بنائه. بنلاقي مواد حاليا في المباني دي ما بنلاقيهاش حاليا موجوده معانا، اللي هي زي مثلا الستانلس ستيل بالنسبه للبلكونات. بنلاقي دلوقتي نستخدم انواع من الحديد المجلفن مثلا اللي هو للاسف مع اي رطوبه او اي مصادر ميه عليه ممكن ان هو يصدي اسرع، فده بيعمل مشاكل في الواجهات المباني. زمان ما كانش كده، كمان كان عندنا الابيليتي ان احنا نستخدم مواد تقدر تقاوم العوامل الجويه وباقل التكاليف للصيانه يفضل المبنى موجود. وحضرتك الدليل على كده موجود في المباني بتاعتنا اللي موجوده في نص البلد، ما زالت موجوده وهتفضل موجوده وبتقاوم مشاكل العادية اللي هي بنقول عليها اليومية من مشاكل سباكة أو مشاكل كهرباء نقدر نصلحها والمبنى يتم استخدامه قائم. طبعا المباني دي تم تصميمها حضرتك احنا في التصميم بنصمم مباني في حاجة اسمها المباني اللي هي قصيرة الأجل والطويلة الأجل، ده بيفرق في سعر المبنى. فالمبنى المباني القديمه دي كانت بتصمم لطويله الاجل وبيتم استثمار فيها. دكتور نركز في موضوع مباني طويله الاجل وقصيره الاجل. طبعا. لانه حقيقي احنا النقطه دي بنغفلها بشكل كبير جدا، وتقريبا زي ما حضرتك قلت كل المباني بتتبني بانماط مش معروف هي مبنيه ليه وعشان تواجه ايه وعشان تكمل قد ايه. يعني احنا بننقل شكل معين من غير ما نبقى عارفين ابعاد بعد كده استدامته ازاي، هنقدر نتعامل معاه، هيبقى حتى شكله مناسب لينا ولهويتنا ولا لا، وبيبقى فيه عوامل كتير قوي كده اعتقد احنا لازم نعيد النظر فيها. طبعا يا فندم. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا دكتور خالد علي ترابيا استاذ العماره بكليه الهندسه الجامعه الامريكيه، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك. وخلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بكم في موجز الاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف كشف عن تصنيف منتخبات قرعه التصفيات المؤهله لبطوله كاس امم افريقيا 2025 واللي هتستضيفها المغرب في الفتره من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026. تواجد منتخبنا الوطني المصري في التصنيف الاول لقرعه تصفيات كاس العالم تصفيات كاس امم افريقيا 2025 في المغرب، والتصنيف الاول في المغرب والسنغال ومصر وكوت ديفوار، نيجيريا، تونس، الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب افريقيا، الكونغو الديمقراطيه، وغانا.
فريق الزمالك اتعادل مع فريق فاركو بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع 29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. الموسم ده بيحتل فريق الزمالك المركز 9 بجدول الدوري برصيد 38 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز 15 برصيد 26 نقطة. جيفرسون إنكادا لاعب نادي فاركو حصل على جائزة رجل المباراة واللي جمعت فريقه بالزمالك على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع 29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. كمان فريق سيراميكا حقق الفوز على فريق الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن مباريات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. بيحتل فريق سيراميكا المركز 7 برصيد 40 نقطة في جدول مسابقة الدوري، بينما يقع الإسماعيلي في المركز 12 برصيد 31 نقطة. صديق إيجولا لاعب فريق سيراميكا حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي بعد اختياره من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة، وده بعد التألق الكبير أثناء اللقاء. مودرن سبورت حقق الفوز على بلدية المحلة بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بيحتل مودرن سبورت المركز 4 بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة 23 محتلا المركز 16. الكاميروني أرنولد إيبا مهاجم فريق مودرن سبورت حصد جائزة رجل مباراة فريقه أمام بلدية المحلة بعد اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وده بعد تسجيل هدف الفوز والمساهمة في حصد الثلاث نقاط. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف برئاسة باتريس موتيبي أعلن إقامة النسخة الثانية من بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسخته الثانية، وده وسط توقعات كبيرة بمشاركة الأهلي ممثلا عن الكرة المصرية. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة ومصطفى. عودة لكم مرة تانية. شكرا لك جزيلا لها. طيب خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لحكاية البطلة المصرية أماني ربيع اللي بدأت في ممارسة رياضة القوة الباور ليفتنج تحديدا، واللي بتشمل رفع أثقال وأوزان مختلفة، وهي في سن كام بقى مصطفى؟ 54 سنة. 54 سنة يا مصطفى. يا جماعة بتصعبوها علينا والله. طب دلوقتي هي في سن 62 يعني. لا 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 كده كتير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فازت بأكتر من 90 ميدالية ذهبية في بطولات محلية ودولية. خلينا نشوف. بالصدفة بدأت المصرية أماني ربيع ممارسة رياضة القوة باور ليفتنج التي تشمل رفع أثقال وأوزان مختلفة وهي في سن 54، والآن وهي في 62 من عمرها تقول إنها فازت بأكثر من 90 ميدالية ذهبية في بطولات محلية ودولية. ومن بين إنجازات أماني حصولها على عدة ميداليات ذهبية، منهم 89 ميدالية ذهبية بالإضافة إلى ميداليتين ذهبيتين أخريين فازت بهما في بطولة محلية لرياضة القوة أقيمت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في يونيو الماضي. وتتذكر أماني أول يوم دخلت في صالة ألعاب رياضية قبل حوالي 8 سنوات، وكيف أنها حاولت في لعبة رفع الأثقال وبدأت في ذلك الوقت بوزن كيلوغرامين، لكنها ترفع الآن ما يصل إلى 210 كيلوغرامات. أنا أول ما دخلت الباور ليفتنج كان سني 54 سنة. أول ما دخلت بالنسبة إن إحنا نلعب حاجة حديد، أنا طبعاً فرقت معايا جداً 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 في الجسم، في الشكل، في الشيب بتاع الجسم، في القوة، فرقت معايا في الأعصاب، في هدوء الأعصاب. يعني ممكن أكون جامدة جداً لكن أعصابي هادية، لأن خلاص أنا بقدر أعمل كل حاجة. فأنا دايماً شايفة إن الست مفروض مفيش حاجة اسمها وقت الزمن راح أو الزمن اتغير أو زي. أنا أول ما دخلت اللعبة دي أنا كنت بشيل 2 كيلو، 2 كيلو ده حاجة قد كده يعني، حاجة صغيرة جداً. دلوقتي أنا بشيل 200-210 في اللعبة الواحدة. مفيش حاجة اسمها مستحيل، اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. خروجي على
الاطار اللي انت عايشه فيه ان انا كبرت خلاص مش هقدر اعمل حاجه، مفيش حاجه اسمها كبرت ما عملتش حاجه. في لعبه في السنه دي منافستين، لعبه رفع الديد ليفت في اليوم الاولاني، واليوم الثاني الحمد لله عملنا فول باور. اخذت اول في الديد ليفت واول في فول باور الحمد لله بفضل الله. يعني نفسي طبعا يعني اعمار سنيه اصغر منها، لان البطوله السن المفتوح، سن مفتوح يعني ما بتشاركش في الماسترز. انا عايز اقول للمدام اماني ما شاء الله دلوقتي نمره واحد في على مستوى العالم، على مستوى التاريخ، في عمرها فوق 60 سنه في الارقام اللي هي بتعملها. يعني الحمد لله احنا بنتطور سنه عن سنه، ودي الظاهره اللي انا عايز اقولها، ان احنا من البطوله للثانيه الحمد لله هي بتتقدم، او من سنه لسنه بنقدر نكسر ارقام ونعمل ارقام جديده على مستوى عمرها فقط، يعني مش عمرها الزمني بس، لا ده هي بتتحدى ابو زغلول كده الاعمار السنيه الاصغر، وبتعمل ارقام بتنافسهم بيها وبتكسبهم على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. وتامل اماني في ان تستمر في تحطيم الارقام القياسيه وممارسه شغفها بالرياضه. ومن الاخبار المفرحه برضو تالق ابطالنا في العاب القوى وتاهل 5 لاعبين مصريين لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024، ايضا بجانب حصد 6 ميداليات بالبطوله الافريقيه لالعاب القوى بالكاميرون. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر. معانا على التليفون دكتور سيف الله شاهين، رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوى. صباح الخير على حضرتك يا فندم، والف مبروك طبعا التالق لابطالنا. كده اجمالي المؤهلين لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024 تقريبا وصلوا لكام يا فندم؟ صباح الخير استاذ جمانة، صباح الخير مصطفى. استاذ مصطفى اهلا وسهلا، شكرا لي دعوتي في برنامج. قبل ما اتكلم على المؤهلين لازم ابارك مع الوزير الدكتور اشرف صبحي جديد تجديد الثقه له، هو من احد اسباب نجاحنا في التاهيل، ومن هو يعني هو الهدف الاسلام الرئيسي، هو دايما دعمنا ويعني هذا السبب. احنا حاولنا نأهل أكبر عدد، لكن أنا طبعا مبسوط بتأهل 5 لاعبين، وفي انتظار تأهيل لعيبة إسراء أويس يوم 7. يوم 7 ده بيبقى آخر ميعاد مثل التأهيل لإعلان التأهيل، عشان لسه التأهيل بتبان من يوم 2، ولكن في لنا الحق ان انا اعترض على بعض لو في خطا، او في ممكن حد يتصعد لو في اصابات في المؤهلين اللي في لسه التاهيل. فانا عارف ان في لعيبه انجليزيه مصابه واعلنت انها مش هتشترك، فيوم 7 ان شاء الله اسراء هيصعدوها للمركز 32، وبالطريقه دي هتشترك ان شاء الله في باريس. اما اللاعبين الاخرين اللي هم كلهم بنغني، واحنا يعني معروفين في مصر طول عمرنا بتفوقنا الافريقي في مباريات ردات الرن. فعندنا طبعا ايهاب عبد الرحمن متاهل، وعندنا لاعب تاني طبعا خالد في الرمح، برضه الاثنين في الرمح، وطبعا خالد ده جديد شاب صغير لسه وطالع. وعندنا مصطفى الجمل في المطرقة، وطبعا هو برضه لاعب من المؤسسين يعني من القدام في المطرقة. وعندنا في الجولة لاعبين مصطفى عمرو ومحمد مجدي. أنا مبسوط من حاجة إن في 2 متأهلين في الرمح و2 متأهلين في رمي الجولة، دفع الجولة. ده بيساعد دايما لما اكون بحط كله على لاعب واحد، طبعا لو حصل له حاجه برد اي حاجه ما نامش كويس يبقى خلاص خسرته راحت. اقول لو في 2 الفرصه طبعا بتزيد للنجاح في البطوله. يعني احنا فرصنا كده يا فندم نقدر نقول ان هي افضل في اولمبياد باريس بعد التاهل اللي حصل في الكاميرون؟ هو انا ما قلتش هجيب ميداليه، لكن احنا عندنا العاب القوه لعبه بيلعبها العالم كله، يعني المنافسه بتيجي من 250 دوله، ويعني حتى البلاد الصغيره اللي ما عندهاش موارد بيبقى اود اعمل لهم ميداليه، عشان دي مبنيه على الموهبه البحته. يعني
انا مثلا لو عندي حد بيجري بسرعه او حاجه بسرعه هو ما بيستفيدش، لو امريكاني او جيبوتي او بتاع هو يجري بسرعه بشويه تمرين هيبقى بطل كبير. فعشان كده المنافسه بتبقى شديده. انا بامل ان في يعني عدد منهم يخش في الثمانيه اخر الثمانيه يعني النهائي يعني بعد ما ان شاء الله في النهائي ان شاء الله. بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوى، شكرا لحضرتك يا فندم. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا هلا الحملاوي، اتفضلي يا هلا. شكرا مصطفى. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي باستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتعليم. كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين. كما أكد الرئيس السيسي أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات وكذلك التحديات خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة. تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب فلسطين، ويبحث الاجتماع سبل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الوسطاء في مصر وقطر بشأن أفكار للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة. وأضافت الحركة في بيان أنها تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تدرس رد حماس وستقدم ردها للوسطاء. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأعلنت مصادر فلسطينية انتشال 4 شهداء و8 مصابين بعد استهداف طائرات إسرائيلية بناية سكنية في حي الدرج بغزة. من جانبها أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط خلال معارك شمالي قطاع غزة. وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد 33 شخصا في الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. صادقت إسرائيل على مصادرة 12.7 كيلومترا من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وقال بيان لمنظمة السلام الآن إن تلك المصادرة تعد الأكبر منذ 3 عقود، واصفا إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بالشرق الأوسط. وبهذه المصادرة ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل أراضي دولة منذ بداية العام إلى 23.7 كيلومتر مربع. تبادلت قوات حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود، وأكد حزب الله اللبناني أنه أطلق رشقة صواريخ من القطاع الشرقي جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل، كما استهدف الحزب موقع السماق الإسرائيلي في تلال كفر شوبة بالأسلحة الصاروخية. هذا وشنت قوات الاحتلال عدة غارات على جنوب لبنان، حيث أعلن حزب الله مقتل القائد محمد نعمة في غارة إسرائيلية. انطلقت عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية في بريطانيا، وتشير الاستطلاعات إلى فوز حزب العمال بقيادة كير ستارمر، وهو ما قد ينهي 14 عاما من حكم المحافظين الذي شهد تعاقب 5 رؤساء وزراء بينهم 4 اضطروا للاستقالة.
خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، تعهد جميع حكام الولايات الأمريكية الديمقراطيين بدعم بايدن في سعيه للبقاء في السباق الرئاسي والفوز بولاية ثانية. وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور للصحفيين في البيت الأبيض إثر الاجتماع إن حكام الولايات اتفقوا على دعم بايدن، في حين قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز إن بايدن أهل لتحمل أعباء المنصب بعدما أطلق أداؤه في المناظرة دعوات لانسحابه من السباق الرئاسي. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية حلقتنا النهاردة عن ما هو المطلوب من الحكومة الجديدة، امبارح الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يبدأ الوزراء الجدد في تولي مهام عملهم. والحقيقة أنه كان في توجيهات رئاسية واضحة وصريحة بأن الوزراء يكون لهم رصيد من الخبرة والكفاءة، لأنهم مطالبين بالعمل على قدم وساق لإنجاز العديد من الملفات الحيوية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن البسيط، أيضا تطوير الخدمات اللي بيتم تقديمها خاصة الصحة والتعليم. خليني أقول لكم أن ملف الاقتصادي وكلنا عارفين هو الملف الأهم على أجندة الحكومة الجديدة وأيضا على أجندة رئاسة الجمهورية، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من الملفات، منها استكمال ملف برامج الإصلاح الاقتصادي، الاهتمام بملفات زي ما قلنا الصحة والتعليم، ملفات الاستثمار. خلينا نشوف ونستطلع الرأي حول ما يمكن أن تقدمه الحكومة الجديدة للشارع المصري، وما أبرز الكفاءات أو الكوادر الموجودة فيها واللي احنا بنعول عليها أن هي تقدم ما يتطلبه الشارع من طموحات. الدكتور محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر ضيفنا النهاردة في صباح الخير يا مصر، أهلا بك دكتور. أهلا بك، صباح الخير. عدد كبير من الوزارات تم دمجها، وعدد أيضا من الوزارات تم استحداثها، وعدد من المناصب الوزارية زي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء تم أيضا استحداثه ضمن يعني منظومة عمل الحكومة المصرية. خليني أبدأ بالقصة دي، نائبين لرئيس الحكومة، نائب لشؤون الصناعة ونائب لشؤون التنمية البشرية، إيه المفروض أن هم يقدموا؟ شوف خليني يعني أبدأ مع حضرتك من الجزئية اللي هو الحديث عن إن في اتنين من النواب لدولة رئيس الوزراء. هو إحنا يمكن كنا فترات طويلة على فكرة عندنا نواب لدولة رئيس الوزراء، ومش الحكومة الحالية فقط، لا كان في حكومات سابقة صحيح كان فيها نواب لرئيس الوزراء. لكن هو الهدف هنا أو الاستدلال على الموضوع اختيار اتنين للنواب، يمكن أنت زي ما حضرتك ذكرت أنه في عندنا مسارين مهمين بيقولوا توجه الحكومة هيبقى في أنهي اتجاه، التنمية البشرية والأوضاع الاقتصادية خاصة الصناعة. الصناعة إحنا يمكن من الملفات المهمة جدا، الدولة مهتمة الفترة اللي جاية أنه هذا الملف، لأنه كان يمكن من توصيات الحوار الوطني أنه إحنا محتاجين نعمل نقلة نوعية حقيقية في قطاع الصناعة، لأنه ده هو اللي هيحقق لنا المعادلة الصعبة اللي دايما إحنا بنقول أنه إيه أزمة الاقتصاد المصري، هو توفير العملة الأجنبية. توفير العملة الأجنبية مش هيتوفر إلا من خلال عندك صناعة قوية في حجم صادرات يعني أنت واصل بيه للهدف الاستراتيجي اللي يمكن الدولة المصرية حددته قبل كده 100 مليار دولار. أنت عايز توصل للرقم دوت، الرقم ده احنا لسه ما وصلنالوش، في فرق، في جاب كبير جدا بين حجم الصادرات المصرية والرقم اللي احنا بنحلم ان احنا نوصله. فأنت مين اللي هيوصلك للملف ده؟ ملف الصناعة. احنا ملف الصناعة تعثر في حاجات كتيرة جدا، الدولة فعلا نجحت في بعض الحاجات ان هي خلقت فرص استثمارية، عملت بنية تحتية، إنما في النهاية أنت ما قدرتش
تحقق النجاح المطلوب. عملنا أجندة وعملنا استراتيجية ولكن لم اشتغلنا بس ما تحققش النجاح المطلوب على أرض الواقع. ودي كانت نقطة مهمة، ويمكن ده الواضح من اختيار نائب لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة. نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة، حتى البعض بيتساءل طيب يمكن ليه نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير وهو وزير النقل ومعه وزارة الصناعة ليه؟ لأن احنا محتاجين حد يكون يعني رجل دولة قادر على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة، وكمان عنده الخبرات المهنية اللي تخليه يقدر يتحرك في هذا الملف بقوة ويحقق نجاح حقيقي على أرض الواقع. دي نقطة. النقطة الثانية، انت كمان يمكن من فترة قريبة ممكن يكون البعض مننا ناسي انه الدولة كانت محتاجة ان هي في وسط الأزمات الضاربة في المنطقة واحنا تأثرنا بيها، وفي وسط الأوضاع الاقتصادية اللي الكل متأثر بيها، ان انت تقلل او يعني تعمل زي عملية حوكمة لإدارة الموارد اللي موجودة عندك، وتقلل من المصروفات الخاصة بيها، وفي نفس الوقت تستفيد من كافة القدرات. النهاردة ده بنشوفه من خلال دمج بعض الوزارات، ويمكن على رأسها وزارة الصناعة والنقل. الاثنين هما مش مدموجين، لكن كل حقيبة منهم موجودة تحت يعني الوزير هيديرها تحت فيه وكلاء وزارة ليه وفي مسؤولين عنها. فالهدف الأساسي بس ان انت تنقل الصناعة للنقلة المستهدفة منها. انت اتكلمت كتير جدا عن انك عندك مناطق صناعية متخصصة. المناطق الصناعية المتخصصة دي لحد دلوقتي ما جابت لكش النتيجة المرجوة. يمكن احنا في ما الرئيس تحدث عن ان احنا في مدينة زي مدينة الاساس ما وصلناش للهدف المرجو من المدينة. عندنا مدينة زي مدينة الجلود في الروبيكي نفس الموضوع. حققنا بعض الحاجات، يعني المشروع ما توقفش، حقق بعض الانجازات، ولكن مش ده الطموح اللي احنا كنا بنستهدفه. احنا دولة عندها قدرات بشرية وعندها امكانيات، وهي كمان لديها الرغبة في ان هي تنمو بمثل هذه الصناعات المتخصصة. فايه العقبة اللي حاصلة؟ انت كنت محتاج حد يكون قادر على ادارة الملف ونقله زي ما حصل في قطاع النقل، ان هو نقله نقلة نوعية غير مسبوقة الجميع بيشهد بيها في خلال فترة الحالية. وشفنا كمان في التغيير كان نواب الوزراء، لا التنمية البشرية الأول. طيب نيجي بقى للجزء الخاص بالتنمية البشرية، ده برضو ناس كتير مش فاهمة يعني ايه نائب للتنمية البشرية. طيب هو يمكن برضو احنا ما خدناش بالنا من كلمة السيد الرئيس في عيد ثورة 30 يونيو وحديثه عن انه بناء الانسان ده اولوية اولى بالنسبة للدولة المصرية. الانسان المصري هو فعلا احنا لما بنيجي نحسب القوة الخاصة بالدولة بنلاقي انه الموارد البشرية دي احد القوى المهمة بالنسبة للدولة المصرية، ولكن مهم انك تحافظ عليها وتأهلها بشكل جيد، وفي نفس الوقت يبقى عندك يعني الانسان يبقى اولوية اولى بالنسبة لك، فانت تحافظ عليه صحيا تحافظ عليه تعليميا. هي دي استراتيجية الدولة المصرية الحقيقة. دي استراتيجية الدولة، محتاج ان انت تشتغل على الجزء ده. وهم دول احنا يمكن البعض ما خدش باله من نقطة انه كنا دايما بنسمع الرئيس ويقول احنا دولة مواردها فقيرة شوية. الموارد الفقيرة دي انت بتعوضها بان انت تعمل تنمية بشرية حقيقية، لانه الانسان فعلا هو احد القدرات لدى الدولة المصرية في خلال الفترة اللي جاية. وعشان كده بنشوف وزير الصحة هو مسؤول نائب رئيس الوزراء عن التنمية البشرية، فهنلاقي فيه. وكمان هو كان قبل كده في الحكومة السابقة كان هو وزير التعليم العالي، وفي عندنا رؤية استراتيجية كاملة لتطوير التعليم والتعليم العالي، وعندنا كمان هدف استراتيجي موجود في الصحة في ملف الصحة. الاثنين بيصبوا في بناء إنسان سليم علشان انت تقدر تستفيد منه. هي الصحة والتعليم على رأس أولويات المواطن، يعني حتى المواطن البسيط ده بالتأكيد. طيب بما ان حضرتك كنا بنتكلم على وزارة الصناعة، الحقيقة ان الصناعة مش بس مهمة لفكرة ان احنا نزود الدخل النقد الاجنبي او حتى ان احنا نقلل الفاتورة الاستيرادية، لكن هي مهمة كمان خلق فرص عمل. خلق فرص عمل وان انت تبقى تملك مقدراتك، ده شيء مهم جدا كمان. في تحديات كتير قوي موجودة بالتأكيد ان كانت تخص الصناعة او غير الصناعة. سؤال حضرتك هنا،
التحديات اللي بتواجه الحكومة الجديدة عشان تقدر انها اولا لو حتى كلمنا عن فكرة ملف الأسعار وضبط الأسواق، دي كمان نقطة مهمة جدا بالتأكيد. فبالفعل في تحديات كتير موجودة، ازاي الحكومة تواجه هذه التحديات؟ لان ده اللي بيحس بيه المواطن البسيط، ده اول حاجة ومستنيها، وهو ده مطلب أساسي للشارع. ويمكن كمان ده الرئيس في التوجيه الأساسي للحكومة الجديدة انه ده يبقى أولوية اولى، انه هو يبقى فيه تخفيف العبء عن المواطن وضبط الأسعار بالنسبة للمواطنين، لأنه في النهاية المواطن أول حد بيسأله الحكومة، لو في ارتفاع في الأسعار فالحكومة هي المسؤولة عنه، رغم أنه ممكن يبقى فيه تفاصيل كتيرة جدا في ارتفاع السبب تسببت في ارتفاع السعر، إلا أنه هو في النهاية هو شايف أنه الحكومة هي المسؤولة. وده بيستلزم من الحكومة الجديدة أن هي الأجهزة الرقابية تفعل بشكل قوي في خلال الفترة اللي جاية في أداء عملها لضبط الأسواق، ويمكن ده هيلقي بثقل كبير جدا على عاتق يعني وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه هو ده هيبقى أحد الملفات المهمة والتحديات المهمة اللي لازم يتحرك عليها. وخليني برضو في النقطة دي أقول أنه ليس وزير التموين والتجارة الداخلية فقط هو المسؤول عن تخفيف هذا أو ضبط هذا الأمر، إنما في وزارات أخرى متدخلة في الأمر. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا وزارة الزراعة، يمكن كمان وزير الزراعة صرح تصريح بعد أداء اليمين الدستورية وقال إحنا مهمتنا الفترة اللي جاية إن إحنا نزود التصنيع الزراعي. وهنا برضو لازم نلفت انتباه الحكومة لنقطة مهمة جدا ممكن تكون كان غابت عن الحكومة السابقة، إحنا مهم إن إحنا نتحرك في التصنيع الزراعي بس لازم نفكر خارج الصندوق شوية. بمعنى يعني لو عندنا النهاردة بنزود عدد المصانع الخاصة بالصناعات الزراعية، مهم ان احنا نوكل ليها مساحات هي تقوم بالعمل على زراعتها. احنا عندنا الزراعة الحديثة دلوقتي فتقدر ان هي تقوم على زراعتها وتاخد مثلا الانتاج بتاعها تدخله هي في التصنيع الزراعي، وتاخد من الانتاج الخاص بالانتاج الزراعي اللي موجود في السوق تاخد منه 25% لتبقي للسوق على 75%. البعض ما خدش باله الفترة اللي فاتت انه حصل عندنا طفرة في التصنيع الزراعي، بس ده اثر على المواطن لانه سحب جزء كبير جدا من الانتاج الزراعي دخله التصنيع. فالمواطن واحنا بطبيعتنا المصريين لازم انا بأدرس الوضع لازم اشوف طبيعة الشعب طبعا. طبيعة المصريين هو بيحب كل حاجة فريش، يعني هتقولي للمصري روح اشتري مثلا دواجن مجمدة ولا تشتري الدواجن من عند محلات الفراخ؟ هيقولك لا هشتريها من عند محلات الفراخ، رغم ان احنا هنيجي للمنظومة الصحية فيقول لنا في مشاكل صحية بتحصل، انا ماليش دعوة بالمشاكل الصحية. هي دي يعني التركيبة بتاعة المواطن المصري، لازم تتعامل انت كحكومة مع التركيبة دي. التركيبة دي محتاجة ان هي تبقى المنتجات الغذائية تبقى فريش بالنسبة لها، سيب لها الجزء ده وتاخد مثلا يبقى محدد ليك تاخد 25% من الانتاج الزراعي للتصنيع، 75% تسيبه للسوق فيحدث هدوء في السوق شوية، يبقى في عرض كبير والطلب موجود عليه فما بقاش في شح في العرض وزياده في الطلب فترتفع الاسعار. دي برضو جزئيه مهمه جدا لازم الحكومه الجديده تشتغل عليها. وكان عندنا تجارب قبل كده، احنا عندنا قهوه وادفينا كان عندهم مزارع خاصه بيهم كانوا بيشتغلوا عليها، فدي برضو مهم. فانا النهارده بتوسع في التصنيع الزراعي ده امر محمود لانه وفر فرص عمل زي ما حضرتك ذكرتي، وفر قدرات اكثر للدوله المصريه على ان هي تبقى متواجده في الاسواق الخارجيه ويبقى عندها، وفتحت بالفعل اسواق جديده بس في نفس الوقت عمل عندي مشكله ان هو خد جزء من المعروض في السوق فقلل المعروض فزاد السعر، ودي نقطة ممكن تكون ما لفتتش انتباه الحكومة السابقة ومهم جدا ان هي تلفت انتباه الحكومة الحالية. عشان كده دي كمان نقطة تانية برضو، يمكن وزارة الزراعة الفترة اللي فاتت اتمنى ان الوزارة الحالية تنجح في الموضوع ده، الرئيس طلب اكتر من مرة بعملية احلال سلالات اخرى قادرة على زيادة الانتاج من سواء كان من اللحوم او الالبان او غيرها، نقدر دي تحللنا مشكلة كبيرة جدا من القفزة الكبيرة اللي المواطن بيتكلم عليها في أسعار اللحوم والدواجن وغيرها. إحنا محتاجين زي ما حضراتكم ذكرتوا إن إحنا نفكر خارج الصندوق شوية ونبص على الوضع الحالي، ودي ضروري جدا الحكومة تنتبه ليها إنه الوضع اللي موجود حاليا المواطن محتاج بس ضبط أسعار هيحصل عنده حالة هدوء يحس إنه في استشعار من الحكومة بالأزمة اللي هو بيواجهها. في حلول؟ في حلول. في عندنا تحديات؟ ده بالتأكيد إن الحكومة هي كمان بتواجه تحديات كبيرة جدا،
في ارتفاع أسعار عالمية هي مش طرف فيه، في أزمات دولية مؤثرة بشكل كبير وممكن كمان درجتها ترتفع في خلال الفترة اللي جاية، وده متوقع. احنا النهاردة ارتفاع حجم التأمين على البضائع العابرة للبحر الأحمر ارتفع 900%. 900% دي هتيجي على كل السلع طبعاً اللي جاية عبر هذا الممر. فإذا انت مشترف في التحديات الخارجية، انما لازم تتعامل معها، تعامل معها في ان انت عندك رؤية خارج الصندوق تشتغل عليها خلال الفترة اللي جاية. يعني بالتأكيد ناس كتير جدا بتعول على الحكومة المصرية وبتعول على الملفات اللي ممكن تقدمها وعلى الطفرة اللي مفروض تحدثها في المجال الاقتصادي وخصوصا في مجال ضبط الأسعار. ناس كتير جدا مستنية ملف الصناعة بفارغ الصبر. مصر ممكن ان هي تتحول لعملاق صناعي لتصدير منتجاته للقارة الإفريقية، للدول العربية، لكل منطقة الشرق الأوسط. الجميع بينتظر منها ده. احنا فعلا عندنا طفرة في صناعة الدواء ويمكن ان تتكرر في صناعات مماثلة زي التصنيع الزراعي وزي تصنيع الملابس وعدد كبير ايضا من المجالات. دكتور محمد امين رئيس تحرير مجلات اكتوبر كان ضيفنا النهارده، نورنا وحدثنا عن كل هذه المحاور. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك. شدينا فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. لسه مكملين كلامنا عن الحكومة الجديدة. الشارع المصري عايز منها ايه؟ هي اهم الملفات اللي السيد الرئيس كلف الحكومة الجديدة بالعمل عليها بشكل مباشر. خلينا نرحب دلوقتي بضيفنا على الهواء مباشرة، الكاتب الصحفي احمد ناجي امحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، هيكلمنا عن كل هذه المحاور. صباح الخير على حضرتك. وبعد التحية، يعني المطلوب من الحكومة الجديدة ايه اللي لافت نظر حضرتك في تشكيلها؟ ايه اللي تم مراعاته في تشكيل هذه الحكومة، خاصة ان احنا في وقت الى حد ما يعتبر وقت دقيق كمان؟ صباح الخير استاذ جمانة. صباح الخير استاذ مصطفى. يعني خليني اقول ان في فلسفة وراء التغيير الذي حدث في تشكيل الحكومة. من الواضح تماما الاستجابة لخطاب التكليف الصادر من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في 3 يونيو، اللي استغرق شهر تقريبا على بال ما جاء بالحكومة الجديدة في 3 يوليو. الفلسفة قوامها 4 عناصر رئيسية في تصوري البسيط. الأول هو أولوية بناء الإنشاء. الثاني الحوكمة الإلكترونية. الثالث مواجهة المشاكل غير المتوقعة نتيجة سياسات لم تتوافق مع الاستجابة لمتطلبات الشارع واللي تمت تحت وطأة إدارة الأزمة. ومن ثم أن احنا نيجي بسياسات جديدة تستطيع التنبؤ، تستطيع أن تتوقع الأزمات قبل حدوثها وأن تضع السياسات الملائمة لتفاديها أو التعامل مع أثرها بصورة إيجابية. الإشكالية كانت كبيرة قدام الحكومات الماضية أن هي كانت بتدير الأزمة. الأزمة بتحصل وسط عمل مخطط بتربك هذه الحسابات، وده يمكن الأجبع عليه كل المحللين أن احنا كنا بنبقى ماشيين في مسار طبيعي، في مسار تنموي واضح، وتأتي الأزمات المتلاحقة لكي تؤثر على هذا التطور الجاري في عملية التنمية المصرية الشاملة. كل اللي فات ده زي ما قلنا مرتبط بالإنسان المصري اللي هو في النهاية هو جوهر الأمن القومي، ومن هنا تيجي حماية الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل. حماية الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل مبتغاه النهائي تحقيق الرفاهية وتحقيق المستوى المأمول من التنمية التي يجب أن يتمتع بها المواطن المصري الذي يعيش على الأرض المصرية. العناصر دي هي اللي كانت حاكمة تقريبا في فلسفة التغيير. علشان كده التغيير جاء بمجموعة من الأسماء
لهم كل التقدير والاحترام اللي تبوأوا وزارات بعينها لهم تجارب ناجحة في القطاع الخاص. وهنا لازم نقول ان هيعترضهم امرين في غاية الاهمية. الامر الاول يتعلق بالبيروقراطية المصرية العتيقة، وده امر يمثل تهديدا كبيرا ليهم. الامر الثاني يتعلق بمنظومة التشريعات والقوانين، حزم التشريعات والقوانين الموجودة واللي بتكبل كثيرا هذا التوجه نحو دعم القطاع الخاص. طبعا من هنا تيجي أهمية تانية، ان احنا لازم يبقى في فلسفة التغيير دي يبقى هناك دعم كامل لمجموعة حزم تشريعية جديدة تتعامل مع القطاع الخاص وتتخلص من القوانين المقيدة ليه، وده أمر حل جدا أمام الحكومة وأمام مجلس النواب. ينبغي أن يتم التعاون بين الجميع. الأمر الثاني المهم دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية سواء الزراعة أو الصناعة أو الاستثمار. ليه؟ لأن احنا لازم نحل المشاكل اللي المواطن بيعاني منها. المواطن في كثير من اللقاءات الحوارية اللي استمعنا ليها دايما كان بيتكلم على الارتفاع من الأسعار، دايما بيتكلم على معاناته من التضخم. محتاجين ضبط أسواق، وضبط أسواق يأتي بحسابات اقتصادية دقيقة جدا تراعي المتغيرات والضغوطات الإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصري وتعمل بجدية لتحقيق هذا الهدف. طب برأيك يعني أستاذ أحمد، ماذا يحتاج ملف الصناعة بالتحديد يعني بصفته أولوية مهمة وبصفته تم وضع لي منصب أو استحداث منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء، ماذا يحتاج ملف الصناعة من يعني توصيات أو من اقتراحات أو من أفكار خارج الصندوق حتى يلبي طموحات الشارع المصري وحتى يكون مصدر للعملة الصعبة للبلاد؟ يمكن أنا كنت بستمع مع حضرتك لما ذكره دكتور محمد أمين من تفصيلات حوالين المناطق الصناعية والمشروعات القومية اللي تم تأسيسها في العديد من المحافظات في قطاعات صناعية مختلفة ولم تؤتي بثمارها المرجو. هي موجودة على الأرض لكن لم تحقق الأهداف المرجوة. طيب أنت قطاع صناعة وأنت دولة بتهدف إلى زيادة الصادرات، دولة بتهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات، انت محتاج رقم واحد تسهيل اجراءات الاستثمار، بمعنى انك لازم تخلق بيئه مشجعه تنافسيه للمستثمرين سواء المحليين او المستثمرين الاجانب. الامر ده هيسهل كثيرا من جذب هذه الاستثمارات لهذا القطاع، وهذا الامر يتطلب حزم شديد جدا وقدره على التعامل بجديه مطلوبه مع القائمين على إدارة هذه التصريحات التي تخلق البيئة المشجعة. محتاج حزم وشدة في التعامل مع الجهاز الإداري العتيق. يمكن أنا استمعت برضو إلى ضرب أمثلة بمجموعة من الشركات المصرية اللي كانت صلب وعمود القطاع الصناعي المصري في لحظة من اللحظات ووفرت الدعم الكامل الغذائي للشعب المصري سواء قنا قها أو إدفينا. أنت محتاج هنا إعادة يعني إعادة التعامل معها وفقا لمتطلبات السوق وإعادة إحياء هذه الأسماء مع خلق مشروعات جديدة على نفس المستوى الإنتاجي الصناعي، لأنك أنت محتاج أن تقدم ما ينافس في السوق، ومحتاج شخصية تستطيع أن تدير هذه الملفات بالحزم اللازم الذي يتلاقى والطموحات اللي صادرة في أمر التكليف الرئاسي للحكومة. دعم الصناعة والتجارة والصناعة بالتحديد كمان ده هيخلق الفرص وهيوفر الآليات اللي مؤكد آتي بها الوزير الفريق كامل الوزير لهذا المنصب علشان يستطيع أن يتغلب على هذه العقبات، عقبات روتينية، عقبات بيروقراطية تسهل كثيرا من جذب الاستثمارات اللي احنا في أمس الحاجة ليها من أجل زيادة الحصة المصرية والحصول على النصيب العادل من القيمة الاستثمارية العالمية. ويمكن آخر حاجة حصلت في هذا الإطار وتدعم كثيرا توجهات الدولة المصرية وتقوي من ثقتنا كثيرا في الاقتصاد المصري هذا المؤتمر الاستثماري الذي انعقد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي
والأسعار عم ضخ ما يقرب من 40 مليار يورو و 25 مليون يورو، 40 مليار يورو استثمار مباشر في العديد من المشروعات الصناعية والمشروعات الإنتاجية. أيوة. ومعظمها يتلاقى مع المتطلبات البيئية الهامة جدا في المرحلة القادمة. صحيح. وبالتالي احنا يهمنا ان احنا نحصل على هذا الأمر، ولازم نتفهم انه ما فيش منظمة دولية ولا دولة كبرى هتأتي لتستثمر وتضخ كل هذه الأموال إلا لو لديها ثقة كبيرة في طبعا بكل تأكيد. صحيح. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، شكرا لحضرتك يا فندم. ولسه مكملين مع حضراتكم حديثنا. ومبارح شفنا 4 وزيرات في الحكومة الجديدة، ده بيدل على اهتمام الدولة بالمرأة عشان تكون فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، ده بجانب العدد الكبير كمان من الشباب اللي معينوا كوزراء ونواب وزراء ونواب للمحافظين. في الحقيقة احنا شفنا المشهد اللي يمكن كان جاي على الشاشة دلوقتي، العدد الضخم اللي اجتمع به السيد الرئيس، وده اللي كان خلفيته عدد كبير جدا من الشباب اللي تم وجودهم في منصب نائب الوزير، واللي قعدوا مع السيد الرئيس علشان يسمعوا التوجيهات الرئاسية للحكومة القادمة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الشباب، عن تمكين المرأة في الحكومة الجديدة. رحبوا معنا على الهاتف ضيفتنا الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة اليوم السابع. أستاذة همت، بعد التحية، بالتأكيد مناصب مهمة للمرأة وللشباب في الحكومة الجديدة. أبدأ من نقطة نواب الوزراء ونواب المحافظين، لم نعهد هذا العدد من قبل، لماذا برأيك تم تعيين مثل هذا العدد الكبير في منصب نواب الوزراء ونواب المحافظين؟ أهلا بحضرتك يا أستاذ مصطفى، وأهلا يا أستاذ جمانة، وأهلا بكل مستمعينكم الكرام. خليني في البداية أقول لحضرتك إن إحنا من بداية التكليف من سيادة الرئيس يوم 3 يونيو للدكتور مصطفى مدبولي، وكلنا بننتظر، وكلنا وكل الشارع وكل المواطنين عايزين يشوفوا ايه هي الحكومه الجديده. فانطلاقا من سؤال حضرتك، عندي شويه ارقام كده خلينا نعرضها مع حضراتكم على الساده المشاهدين عشان نوضح من الارقام دي الحكومه تشكيلها رايح لفين وعامل ازاي، وكان الهدف الاساسي من تمكين سواء المراه او الشباب وصل لحد فين. اولا احنا بنتكلم في 31 وزاره بشكل رئيسي واساسي، منهم 28 وزاره تخصصيه وثلاث وزارات ساديه. عدد الوزراء المدنيين في الوزاره دي 26 وزير، وده رقم محترم جدا. عندنا فيهم 4 وزيرات سيدات، الدكتوره رانيا المصطفى وزيره التخطيط والتعاون الدولي، الدكتوره ياسمين وزيره البيئه، الدكتوره مايا مرسي وزيره التضامن، الدكتوره منال ميخائيل وزيره التنميه المحليه، ودي اول وزيره يعني تمسك حقبه او تمسك وزاره التنميه المحليه بشكل اساسي. لو جينا اتكلمنا على متوسط بقى الاعمار في التغيير الوزاري الجديد ده عشان نقدر من خلاله ان احنا نحلل فكره تمكين المراه او الشباب، احنا بنتكلم ان احنا عندنا 6 وزراء اعمارهم اقل من 50 سنة. واعتقد دي حاجه جديده ما شفناهاش قبل كده. عندنا 10 وزراء بتتراوح اعمارهم بين 50 و59 سنة. لو جينا اتكلمنا على وزير الاسكان شريف الشربيني، هو اصغر الوزراء سنا، عنده 42 سنة. عندنا وزير الماليه وزير الاوقاف اعمارهم بتتراوح بين 47 و48 سنة. ده ان دل على شيء فده بيدل على اننا الهدف الاول والاساسي من التشكيل اللي احنا فيه ده بنتكلم عن سواء وزراء او نواب ونوابهم او محافظين ونوابهم، بنتكلم على حكومه فيها نسبه كبيره جدا من الشباب، وده الـ 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 الهدف او القاعده الاساسيه من قواعد الجمهوريه الجديده اللي اسس فيها سياده الرئيس. احنا عندنا كان في طول الوقت شباب بيشاركوا في مؤتمرات بشكل فعال، عندنا جزء كبير منهم كان مشارك في صنع القرار، طول الوقت بنتكلم على العمل على تعزيز دورهم في الحياه السياسيه والاداريه. اعتقد ان تشكيل الحكومه الجديد ده تطبيق عملي جدا على الارض، دور الشباب ودور المراه في الحياه السياسيه والاداريه، واللي كان طول الفتره اللي فاتت بنشوف تجمعات كبيره ليهم، بنشوف تدريبات كبيره ليهم عشان نوصل للنقطه اللي احنا وصلنا لها او شفناها
امبارح في حلف اليمين امام سياده الرئيس. طيب استاذه همت، يعني في نقطه حضرتك مهمه حضرتك ذكرتيها، وهي فكره انه احنا بالفعل بقى عندنا كوادر شابه مدربه، ان كانت من الشباب او ان كانت من السيدات. فكره وجود هذا التشكيل الحكومي المختلف زي ما حضرتك قلتي، ان كان من حيث الاعمار او حتى وجود كمان المراه بشكل محترم جدا، لاي مدى هو قادر انه نتابع خلال الفترة اللي جاية قرارات مهمة وفاعلة تفيد المواطن، ولكن قرارات وحلول خارج الصندوق، ويمكن ده اللي احنا مهتمين بيه الفترة اللي جاية. خلينا نتفق على قاعدة معينة دلوقتي كلنا حاطين كده نظرنا عليها، ان احنا بننتظر من كل الوزراء ونوابهم او من عدد المحافظين اللي تم تعيينهم امبارح اللي هم 27 محافظ ونوابهم، بننتظر منهم الكثير في ظل كل التحديات الداخلية. صحيح. والإقليمية اللي بتواجه مصر. في أولويات في أولويات، في تطلعات زائد تحديات. التطلعات والتحديات اللي بتنتظر الحكومة الجديدة أعتقد أن هي في مهمة صعبة في ظل كل التطورات اللي موجودة حوالينا الداخلية والإقليمية. احنا عندنا سلسلة أزمات دولية مستمرة معانا تأثيرها كبير جدا على الوضع الاقتصادي. تحسين الاداء العام جوه الدوله مع ضخ دماء جديده زي اللي شفناها امبارح وكفاءات مختلفه متنوعه قادره ان هي تنفذ وتطبق توصيات الحوار الوطني، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. احنا كل اللي تابع المشهد امبارح بعد حلف اليمين لجميع الوزراء والمحافظين ونوابهم، كان في اجتماع مهم جدا مع سياده الرئيس، كان في تاكيد مهم جدا على فكره الصحه والتعليم اللي حضراتكم تناولتوها في بدايه البرنامج. طول الوقت احنا بنتكلم ان لازم يبقى في شغل على الارض لتخفيف المعاناه عن المصريين، مع ايجاد حلول سريعه وفعاله فعلا لكل الازمات والتحديات. ومش بس كده، احنا كمان في خطه المفروض هيتم النهارده الاعلان عنها في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي اللي هيتم النهارده ان شاء الله في العاصمه الاداريه، عشان نشوف الخطوات مش بس الازمات والتحديات، لا ايه المستقبل الافضل اللي بننتظره من الحكومه الجديده، ايه مضاعفه الانتاج والقطاع الخاص رايح لحد فين، دعم القطاعات الانتاجيه راح لحد فين، سياسات الاقتصاد وتفادي الازمات الجايه، متابعه السوق بشكل اساسي ومباشر عشان نقدر ان احنا نتخطى فكره ارتفاع الاسعار اللي عاني منها الفتره اللي فاتت عدد كبير جدا من المواطنين. فاعتقد ان ضخ دماء جديده في القطاع الاداري او زي ما بنقول كده الدولاب الحكومي للدوله خلال الفتره دي مهم جدا، سواء على مستوى السياسات او على مستوى توصيات الحوار الوطني والتنفيذ فعلا على ارض الواقع. عندنا يعني مناصب كانت حكر على يعني مثلا على سبيل المثال وزير التنميه المحليه كان دايما بيجي قياده امنيه. أيوة. النهارده السيده منى العوض اللي هي كانت محافظه دمياط واللي قابلت بلاء حسنا في هذا المنصب قدرت ان هي تخرج او تكسر هذا التابو، لان هي عملت انجازات على الارض فتم تصعيدها وكسرت تابو وجود قياده امنيه في هذا المنصب. عندنا ايضا منصب وزير التجاره الخارجيه، احنا عارفين دكتور علي مصالح كان خريج الفنيه العسكريه، النهارده حد جه دكتور شريف من البريد. ف ايضا بتكلم على فكره كسر التابوهات ووجود مناصب كانت حكر على اشخاص من دولاب الدوله الامني او العسكري واصبحت وظائف مدنيه، ممكن نتكلم عن هذا الامر؟ حقيقي كلام حضرتك مظبوط جدا يا استاذ مصطفى. انا لو جينا بصينا على المشهد العام او جينا بصينا على السي في بتاع الشخصيات اللي تولت مناصب في الوزاره والتغيير الوزاري الجديد، لا انا عايز اقول لحضرتك يعني لو جينا خدنا زي ما حضرتك قلت كده دكتور منال نموذج، كانت هي خير من مثل المراه على اصعدها كثيره جدا خلال توليها خلال السنين اللي فاتت. جينا كمان من خلال تصريحاتها ما بعد حلف اليمين، انت بتتكلم على امراه قادره على تغيير حقيقي، عندها قدره على مسك الملفات للوزاره اللي هي رايحاها بشكل كبير جدا، واعتقد ان ده مش جاي خالص من فراغ، لا في قدره على الاختيار تمت بعنايه. بنتكلم على شخصيات هتبقى مهمتها صعبه جدا خلال الفتره الجايه. التغيير اللي حصل بشكل عام في الشكل العام للوزراء او الوزارات
فعلا كان في كسر كبير جدا للتابوهات. عندنا وزراء يعني لو جينا اتكلمنا على التابوهات بتاعتهم ليهم خبرات كمان علميه وعمليه على الارض كبيره جدا. اعتقد ان عشان يتم انتقائهم بالشكل ده كان الوقت اللي فات ده كان فعلا لو بنتكلم عنه لا كان وقت محتاجينه فعلا عشان او الدكتور مصطفى مدقولي كان محتاجه فعلا عشان يختار الكفاءات بالشكل ده. احنا عندنا الوزارات كمان لو حضرتك جيت اتكلمت على وزاره التعليم اللي هي طبعا بتهم ناس كتير جدا وجينا بصينا على وزير التعليم اللي تم تكليفه امبارح بنتكلم على كفاءات مش بس خاصه بالتعليم الحكومي، احنا بنتكلم على كفاءه هتكون قادره ان هي تطور كمان مش على مستوى المناهج لا ولا على مستوى الطلاب، على مستوى فكره التعليم الشامل بشكله الاوسع والعام. فلو جينا اتكلمنا على وزارات والتغييرات اللي حصلت في شكل الوزارات لا في تغييرات كبيره جدا اتمنى ان احنا نلمس صداها ومداها خلال الفتره الجايه. في كفاءات في مجالات متنوعه زي الاداره العامه والتنميه المستدامه والتنميه الاقتصاديه واعتقد دي برضو كانت مصطلحات غايبه عن الحكومات السابقه وتم تعويضها او يعني استحداثها كمان في الحكومه اللي تم تشكيلها فيها. يعني على اي حال بكل تاكيد الشكر والتقدير لكل من انهى مهامه وتمنياتنا بالتوفيق لمن يبداها. واحنا كلنا امال وتطلعات زي ما حضرتك قلتي لمستقبل افضل في الفتره اللي جايه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتبه الصحفيه همه سلامه رئيس تحرير تنفيذي بجريده اليوم السابع، شكرا لحضرتك يا فندم. على مدار ثلاث ساعات اتكلمنا في عدد كبير من الموضوعات، بطبيعه الحال يا جمانه من ابرزها قصه الحكومه طبعا الجديده. الشارع المصري بينتظر من الحكومه الجديده عدد كبير من الانجازات الاقتصاديه. في الحقيقه الشارع محتاج جهدكم، محتاج بشكل كبير جدا سرعه توفير موارد اجنبيه او عملات اجنبيه لخزانه الدوله المصريه، محتاج يفتح فرص عمل، محتاج يشتغل في ملف الصناعه، محتاج يشتغل بشكل سريع جدا في ملف السياحه. كل الموارد اللي ممكن تجيب عمله اجنبيه صعبه للبلاد، احنا محتاجين لخبرتكم ولدعمكم في الفتره اللي جايه. اتكلمنا في هذا الامر وعلى مدار ثلاث ساعات يمكن كان الموضوع الابرز يا جمانة هو قصه الحكومه الجديده وما صحيح. يعني تطلعات الشارع المصري تجاهها في الفتره القادمه. صحيح، احنا كنا مع حضراتكم على مدار ثلاث ساعات، انا جمانة وكمان زميلي مصطفى، ان شاء الله بكره نكون مع حضراتكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر من 7 صباحا ل 10 صباحا. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.